السلام عليكم. شكرا يا محمد. احنا موضوعنا النهارده ان شاء الله يا جماعه على الانترنال ديرينجمنت اوف ذا ني. سؤال كان بيجي زمان، سؤال دكتوراه كبير قوي، تقريبا هتكتب فيه كل حاجه عن الركبه. ما بقاش بيجي طبعا دلوقتي بالقوه والشراسه دي يعني، بس ممكن يجي لنا في اطاره ام سي كيو كتير قوي قوي قوي. فاحنا هنحاول زي ما قال محمد كده ان احنا ناخد المحاضره على جزئين او ثلاثه على حسب ما هنشوف النهارده. هنحاول نغطي كل الانجريز بتاعت الكولاترال ليجمنتس والكروشيتس، فان شاء الله نحاول نغطيها كويس باذن الله. هو طبعا كل توبيك من دول ممكن يتاخد في محاضره، يعني الاي سي ال ممكن تقول عليه 20 محاضره مش محاضره واحده، بي سي ال ممكن تقول عليه 20 محاضره، لكن هنحاول نجمع الدنيا بسرعه على قد ما نقدر. ولو في استفسارات ان شاء الله او اسئله هنبقى بعد في نهايه المحاضره نشوفها مع بعض باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه internal derangement of the knee؟ يعني ببساطه كده انت قلبت الاوضه اللي انت قاعد فيها، حصل انجري، حصل حادثه، حصل حاجه للنورمال ني جوينت، لخبطت الاناتومي. لخبطتها الاناتومي ده هتؤدي الى intermittent signs و symptoms زي ال pain وزي ال instability وزي ال abnormal mobility of the knee. ال internal derangement of the knee هي مجموعة disorders زي ما قلنا بتعمل disruption لل normal functioning بتاع ال ligaments بتاعة ال cartilage وبتاعة ال menisci of the knee joint. ال internal derangement دي ممكن نغطيها تحت ثلاثة topics: ال injured ligaments، ال ACL، ال PCL، ال MCL، ال LCL. تاني حاجة ال loose bodies أو ال loose pieces من ال bone وال cartilage في knee joint زي ال osteochondritis dissecans وزي ال loose bodies اللي بتبقى موجودة في الركبة. تالت topic torn meniscus بمشاكلها كلها، سواء flipped meniscus، سواء bucket handle meniscus، سواء degenerative tear، سواء meniscal cyst. ده ببساطه هو الانترنال derangement اوف ذا knee. طيب ايه الكلينيكال فيتشرز بتاعته؟ بيحصل لوكينج او ريكرنت لوكينج للركبه كنتيجه للبين من السودو باراليسيس بتاع الهامسترينجز والكوادريسبس ماسلز. بيحصل sudden loss of motion، وعاده ده بيبقى الفول اكستنشن. بيحصل sudden loss of function of the knee. ممكن نرجع الركبه تاني بان بعض الناس بتعرف تطق ركبتها زي ما بيكون عنده باكت هاندل تير كده وبيرجعه، او بيبقى عنده لوز بادي وبيعرف ينطره بره الركبه. لكن متعارف على الانترنال مانجمنت اوف ذا ني ان في حاجه بتتحرك او في حاجه مش مظبوطه جوه ركبتي. الكلينيكال ايفالويشن هناخده تحت كل ايتم او تحت كل انجري منهم. خلينا نيجي للتيبل ده. التيبل ده بيقسم الركبه الى ثلاثة بيلرز او ثلاث عواميد اللي بتقوم عليهم الركبه بتاعتنا: lateral complex، central complex، medial complex. lateral complex ده اللي هو ال lateral collateral ligament او fibular collateral ligament، iliotibial band او iliotibial track، biceps femoris والpopliteus. دول الاربعه المكونات الاساسيه لل lateral complex. في مكونات ثانيه بس هم دول اهم اربعه لللاترال كومبلكس، وهم دول اللي بيعملوا البوسترولاترال كورنر اللي احنا هنتكلم عليه النهارده ان ديتيلز ان شاء الله. في سنترال كومبلكس، الحاجات اللي في النص بالظبط، اللي هم الاي سي ال، البي سي ال، الميديال منسكس واللاترال منسكس، او الحاجات اللي هي انترا ارتيكولار، الحاجات اللي جوه الجوينت نفسها. ده السنترال كومبلكس، الاي سي ال، بي سي ال، الميديال منسكس واللاترال منسكس. الميديال كومبلكس ده اللي على الجنب الانترنال من الركبه، وده بيشمل الميديال كولاترال ليجمنت سواء سوبرفيشال او ديب، البوستروميديال كبسول، السيمي ممبرينوزس والباس انسيرنس. في حاجات ثانيه في حاجات ثانيه، بوستيريور اوبليك ليجمنت والحاجات دي كلها، لكن هم دول الثلاثه بيلرز بتوع الركبه: اللاترال كومبلكس، السنترال كومبلكس، والميديال كومبلكس. هنيجي على اول حاجه ال PCL، الرباط الصليبي الخلفي. ال PCL هو ال pillar
او الدعامه الرئيسيه او الكورنر ستون بتاع الركبه، هو ده اللي لو اتقطع او عندنا مالتي ليجامنتس انجري هو ده اللي انت هتبني عليه. يعني لازم هتعمل البي سي ال الاول وبعد كده ترتب بقى عليه، هتعمل بعد كده اي سي ال، هتعمل بوست لاترال كورنر، هتعمل ميديال كولاترال، لكن هو ده زي ما بنقول الدعامه الاساسيه بتاعت الركبه اللي بتقوم عليها الركبه كلها. لو ده في عمليه الدي ديسلوكيشن البي سي ال ما اتعملش مظبوط، كل العمليه اللي بعد كده اللي اتبنت عليه ما بقتش مظبوطه خالص. طيب خلونا نتكلم كده على الاناتومي بتاع البي سي ال. هو بيبدا منين؟ بيبدا من البوستيريور تيبيال سالكس، خلاص، اللي هي تقريبا 7 ل 10 مللي تحت الارتيكولار سيرفيس، البوستيريور ارتيكولار سيرفيس بتاع التيبيا، البوستيريور اسبكت بتاع التيبيا. وبينسرت فين؟ بينسرت فوق زي الكريسنت كده على الانتروميديال اسبكت بتاع اللاترال سيرفيس بتاع الميديال فيمورال كوندكت، كانه كريسنت او كانه هلال زي ما احنا شايفين كده اهو. الصوره اللي على يمين اهو عامل زي الكريسنت او زي الهلال فاننج اوت كده ورايح، مش زي الاي سي ال كده طالع ببندل واضحه ورايح ناحيه الانسرشن بتاعه. فده بيطلع بحاجه عريضه قوي كده، بيعمل زي كريسنت على اللاترال اسبكت بتاع الميديال فيمورال كوندكت. طوله تقريبا اقل من 4 سم وتخانته حوالي 13 مللي. هو اكبر من الاي سي ال ب 30%، وده سؤال ساعات بيجي في الام سي كيو ان تتسال مين اكبر او البرسنتج بتاعه البي سي ال بالمقارنه بالاي سي ال. البي سي ال كلنا عارفين ان هو اثنين باندلز زيه زي الاي سي ال بالظبط، لكن احنا هنا هنوصف في المحاضره ثلاثه كومبوننتس للبي سي ال. الاثنين باندلز وحاجه اسمها المينيسكو فيمورال ليجمنتس، ودي احنا كنا شرحناها في الام ار اي بتاع الركبه المحاضره اللي فاتت. البي سي ال عندنا دي تو باندلز، عندنا الانترولاترال باندل وهي دي الاهم وهي دي المهمه في البوستيريور ستابيليتي بتاعت الركبه عند 90 درجه، وهي دي اقوى باندل من التو باندلز على خلاف البوستروميديال باندل الباندل بتاعت الاي سي ال. والبوستروميديال باندل ودي بتبقى تايت في اكستنشن واقل في الاهميه من الانترولاترال باندل، وعشان كده في الريكونستراكشن بتاع الاي سي ال لو انت مش هتعمل دبل باندل اي سي ال بي سي ال انت هتريكونستراكت الانترولاترال باندل بس بتاعت البي سي ال، وهي دي المهمه وهي دي اللي شايله الاستابيليتي بتاعه الركبه اجينست البوستيريور ترانسليشن في 90 ديجري فليكشن. لو بصينا هنا على الصوره اللي على ايدنا اليمين احنا عندنا اثنين ليجامنتس، الليجامنت اوف هامفري وقلنا ده هو اللي بيبقى المينيسكو فيمورال ليجامنت الانتيريور، وفي الليجامنت اوف رايزبرج وده البوستيريور. فاذا البي سي ال متحوط من قدام ومن ورا باثنين منيسكو فيمورال ليجامنت، الانتيريور اسمه هامفري والبوستيريور اسمه رايزبرج، ودول طالعين من البوستيريور هورن بتاع اللاترال منيسكس عشان يبلند مع السبستنس بتاع البي سي ال ثم يكملوا ويمسكوا في اللاترال سيرفيس بتاع الميديال فيمورال كوندايل. قد ايه القوه بتاعت البي سي ال؟ حوالي 3000 نيوتن، وعشان كده احنا بنقول ان هو اقوى ليجامنت في الركبه بتاعتنا وهو محور الركبه كلها. عشان كده وعشان هو عريض وعشان هو كبير وعشان هو قوي قوي فالانسيدنس بتاعت الانجريز بتاعته مش كتير، لكن الهاي انرجي تروما هتسببها طبعا بسهوله. ده المنظر اهو، يمكن هتبقى فيه صوره اوضح من كده اهي. ده منظر الانترو بوستيريور فيو للاي سي ال، دي الانترو لاترال باندل زي ما اتكلمنا، ودي اهم باندل وهي دي اللي بنعمل لها ريكونستراكشن، ودي ماسكه من اول حاجه اسمها تروكليار بوينت في نص التروكليا كده ونازله لحد الميديال ارش بوينت تقريبا عند الساعه 3 او عند الساعه 2 في اللاترال سيرفيس بتاع الميديال فيمورال كوندايل. وزي ما احنا شايفين الانتيريور منيسكو فيمورال ليجمنت اهو، واكيد من الظهر هيبقى البوستيريور منيسكو فيمورال ليجمنت. ده الاتاتشمنت والاتاتشمنت بتاع الاس البي سي ال فيري كلوز للارتيكولار مارجن او للارتيكولار كارتليج، فهو بينسرت انتيريورلي في اللاترال سيرفيس بتاع الميديال فيمورال كوندايل على عكس
الرباط الصليبي اللي بينسرت بوستيريورلي في الميديال سيرفيس بتاع اللاترال فيمورال كوندايل. طبعا في الصوره دي احنا قاطعين الاي سي ال مش موجود علشان نعرف نشوف البي سي ال بمنتهى الوضوح زي ما احنا شايفينه كده. دي الشامبين جلاس دروب اوف بوينت اللي احنا قلنا عليها، دي اللي هي تقريبا من 7 ل 10 سنتي في البوستيريور سالكس بتاع التيبيا اللي ماسك فيه البي سي ال، وهي دي النقطه اللي انت بنخش بالباسنج بين بالمنظار عليها علشان نريكرييت البي سي ال. البي سي ال واحنا بنعمله مش زي الاي سي ال، الاي سي ال حاجه ستريت كده، البي سي ال لا ليه لفه، ليه حاجه اسمها كيلر تيرن. الكيلر تيرن ده اللي بيخلي عمليه البي سي ال صعبه ويخلي الانسيدنس اوف فيلير فيها اعلى لو الدنيا ما ظبطتش. بس احنا في الحته دي الشامبين جلاس دروب اوف بوينت دي ورانا مباشره البوبليكال فيسل، وعشان كده عمليه البي سي ال عمليه مش سهله، عمليه عايزه خبره وعايزه انك تكون عملتها كذا مره، وعايزه حاجات هنقول عليها في التكنيك واحنا بنشرح، لكن الموضوع صعب، الموضوع في البي سي ال صعب، فلازم تبقى عارف الاناتومي كويس، لان بالظبط في الحته دي تقريبا على بعد نص سنتي منك البوبليتيال فيسل. ده المنظر بتاع الفوت برنت بتاع البي سي ال، ده الانترولاترال باندل زي ما انتم شايفين كده، حاجه كبيره قوي قوي اكستندنج من التروكلير بوينت زي ما قلنا لحد الميديال ارش بوينت، وهي دي الاساسيه في الريكونستراكشن. تحتها البوسترو ميديال باندل والانتيريور منيسكو فيمرال والبوستيريور منيسكو فيمرال وراها، لكن هي الانترولاترال باندل هي الاساسيه وهي مهمه وهي اللي قريبه من الارتيكولار كارتليج بتاع الميديال فيمرال كوندايل، وبيقسمها زي ما بيقسم هناك البايفوركيت ريدج والريزيدنت ريدج في الاي سي ال، هنا برضو في البايفوركيت ريدج على اللاترال سيرفيس بتاع الميديال فيمرال كوندايل عشان يفرق ما بين الانترولاترال باندل والبوسترو ميديال باندل. ده منظر التيبيا متصوره من فوق اكزيال فيو، خلاص ده الريدج او البوستيريور تيبيال سالكس اللي بيمسك فيه البي سي ال على التيبيا من ورا، وزي ما احنا شايفين هنا مهم قوي في حاجه اسمها الشايني وايت فايبرز. الشايني وايت فايبرز دي اللي هي الاتاتشمنت بتاع الروت بتاع البوستيريور هورن بتاع الميديال منسكس وقد ايه هو قريب من البي سي ال، وعشان كده في ناس اول ما بتخش بتروح عامله الانتري من هنا، طلوعه من هنا مش من هنا، مش من تحت الارتيكولار سيرفيس بتاع التيبيا، يعمل لك انجري في البوستيريور هورن بتاع الميديال منسكس عند الروت اتاتشمنت وهيبوظ الدنيا. فالحته دي مهمه جدا اسمها شايني وايت فايبرز، وهي دي مكان الروت بتاع البوستيريور هورن بتاع الميديال منسكس بيمسك وبيبقى قريب قوي للبي سي ال. برضه اهو ده البي سي ال اهو، ودي المسافه تقريبا، المسافه دي تقريبا 8 مللي، فاحنا قريبين قوي. لو احنا طلعنا من الارتيكولار سيرفيس بتاع التيبيا يبقى احنا داخلين في الاتاتشمنت بتاع البوستيريور هورن بتاع الميديال منسكس، وده مش مظبوط، عشان كده احنا لازم نطلع من تحت الارتيكولار سيرفيس. طيب ازاي هنقطع البي سي ال؟ البي سي ال ده محتاج خبطه جامده، خبطه محترمه قوي قوي قوي. فعندنا الموست كومن مود اوف انجري الداشبورد انجري اللي هي بتحصل في العربيات في حادثه العربيه، ان ركبه المريض بتروح داخله في التابلو بتاع العربيه نتيجه الصدام مفاجئ، وبالتالي التيبيا بتتزق بوستيريورلي فبتقطع البي سي ال. ده عاده بينتج عنه ايزوليتد بي سي ال انجري، ما بيبقاش معاه حاجه ثانيه الا لو طبعا الانجري كانت عنيفه والتابلو بتاع العربيه كمل في ركبه العيان علشان يقطع البوسترو ميديال او البوسترو لاترال كورنرز ويكمل ببقيه الليجامنتس، وهياخد مع الاي سي ال، بس في الحاله دي ده هيبقى ني ديسلوكيشن، او ان العيان يقع على فليكس دي والفوت بتاعته في بلانتر فليكشن زي الصوره اللي تحت على اليمين اهي. في الحاله دي التيبيا بتخبط في الارض وبعدين بترد لورا فبتقطع البي سي ال، او يحصل هايبر اكستنشن انجري زي الصوره اللي فوق دي اهو، او ان يحصل الفيمورال فراكتشرز، بيبقى بالذات الديستال فيمورال فراكتشر بيبقى معاها فيري هاي انسيدنس للبي سي ال انجريز.
ده الميكانيزم اوف انجري زي ما قلنا، دايركت بلو للانتيريور تيبيا، داشبورد انجري، هايبر اكستنشن او هايبر فليكشن للني مع الفوت في بلانتر فليكشن. زي ما قلنا البي سي ال ده كورنر ستون بتاع الركبه، هو الدعامه زي الصوره اللي فوق على اليمين كده، هي ده الكورنر ستون اللي انت بتبني عليه الركبه كلها. لو ده ما اتبناش الركبه مش هتظبط ابدا، وهو ده السنترال ستابلايزر اللي لازم تهتم بيه. والبي سي ال والكوادرسبس تندون، البي سي ال اهو من ورا والكوادرسبس تندون اهو من قدام، هم دول المين دايناميك ستابلايزرز للركبه في السجيتال بلين. فالاثنين دايناميك ستابلايزرز بتوع الركبه في السجيتال بلين هم البي سي ال والكوادرسبس تندون. بصوا على الفيديو ده عشان نتخيل الانجري بتاعت الاي سي ال، البي سي ال بتحصل ازاي. هنبص تاني، بصوا الركبه دي هتروح ازاي. هايبر اكستنشن انجري اهو، ده جاب طبعا بي سي ال بوست لاترال كول. الكلاسيفيكيشن بتاع البي سي ال انجري بتنقسم الى الجريد 1 اللي هي بارشال انجري، وفي الحاله دي بيبقى في من 1 ل 5 مللي بوستيريور تيبيال ترانسليشن. البوستيريور تيبيال ترانسليشن ان ريليشن للفيمورال كوندايلز، هو الطبيعي ان الميديال تيبيال بلاتو يبقى انتيريور للفيمورال كوندايلز ب 10 مللي يعني سنتي، يعني المفروض التيبيا بارزه طبيعي وستيبل عن الفيمورال كوندايلز تقريبا 10 مللي سنتي. جريد 1 من 1 ل 5 مللي بوستيريور تيبيال ترانسليشن، لكن احنا قلنا المسافه قد ايه؟ المسافه 10 مللي، هي المفروض التيبيا انتيريور ب 10 مللي. لما ترجع 5 لورا يبقى ده معناها ان لسه في 5 مللي من التيبيا انتيريور للفيمورال كوندايل، وفي الحاله دي يبقى التيبيا ريمينز انتيريور للفيمورال كوندايل. جريد 2 رجعت 10 مللي، ده كومبليت انجري، وده بيقول ان ده غالبا ايزوليتد بي سي ال بس، لان التيبيا هنا في الحاله دي بقت فلاش مع الفيمورال كوندايل، لان احنا قلنا ان التيبيا بتبقى انتيريور للفيمورال كوندايلز ب 10 مللي، هي هنا رجعت 10 مللي ورا، فتقريبا بقت الانتيريور تيبيا والفيمورال كوندايل بقوا فلاش مع بعض. جريد 3، وجريد 3 ده عادة بيبقى بي سي ال معاه بوسترو لاترال كورنر ومعاه اي سي ال ولا معهوش. هنا بيبقى فيه ترانسليشن اكتر من 10 مللي بوستير، ويبقى كده في الحاله دي ده هيحصل فيه ايه؟ هيحصل فيه البوستيريور ساك ساين، ان التيبيا هتسقط ورا الفيمورال كوندايلز. فهيبقى عندك ستيب اوف، او عندك اللي هي منظر اللي هنشوفه في الكلينيكال اكزامينيشن. ده المنظر اللي احنا بتاع الكلاسيفيكيشن، ده المنظر الطبيعي، التيبيا فوق على الشمال اهي قدام الفيمورال كوندايلز ات 90 ديجري فليكشن بحوالي 10 مللي. جريد 1 هي رجعت 5 مللي لورا فهي ستيل انتيريور ب 5 مللي. جريد 2 هي رجعت 10 مللي فهي بقت فلاش مع بعضها الانتيريور ايدج بتاع التيبيا والفيمورال كوندايلز. جريد 3 اللي اتقطع فيه البي سي ال بالكامل واتقطع معاه الاي سي ال والبوست لاترال كورنر، لا دي رجعت اكتر من 10 مللي فحصل بوستيريور ساج ساين، وهنا الفيمورال كوندايل بقت انتيريور للتيبيا. ده المنظر بتاع البوني افولجنز او التيبيال افولجنز، which is the most common injury للبي سي ال في البوني افولجنز. تايب 1 just separated but in place. تايب 2 very minimal displacement. تايب 3 طلعت بالكامل وحصل complete separation. الكلينيكال اكزامينيشن هفحص العيان ده وانا داخل عليه ازاي؟ خلي بالنا ان very common في عيانين البي سي ال ان البي سي ال يبقى مسد منك، انت ساعات ما بتاخدش بالك ان التيبيا ساجد لورا، بتمسك ركبه العيان وتفحصها وتشدها انتيرو، لان كلنا بالسب كونشس كده بنبقى معتقدين ان العيان هيبقى عنده اي سي ال، فلو التيبيا ساجد معاك وشديت عليها بالانتيرور درور تيست هيبقى عندك فولز بوزيتيف انتيرور درور، هتحس ان لا دي التيبيا هي يا جماعه بتتحرك لقدام، لا هي التيبيا ما بتتحركش لقدام، هي انت المفروض وانت بتاكزامن تتاكد ان التيبيا الاول مش ساجد وبعدين تبدا تعمل الاكزامينيشن بتاعك. فدي نقطه مهمه، لان كتير قوي من البي سي ال انجريز للاسف عيانينهم بيتدخلوا علشان يعملوا عمليه اي سي ال، ولما بتخش بالمنظار بتلاقي منظر الاي سي ال لاكس كده ومنظره مش لطيف،
فبتقول اه هو ده اتمزق بس هو ما اتقطعش بالكامل. لا هو لاكس ليه؟ علشان التيبيا ساقطه لورا. انت يوم ما هتشد التيبيا وترجعها للانتيرير بوزيشن بتاعها تاني مش هتلاقي اللاكس دي اللي موجوده في الاي سي ال، وعيانين كتير قوي للاسف بيخشوا يعملوا اي سي ال ريكونستراكشن على المعلومه الخاطئه دي او على الاكزامينيشن الخاطئ ده. بيبقوا محتاجين طبعا ان يبقى فاهمين من الاول ان احنا نخلي بالنا ان بالذات العيان اللي اتعرض لداش بورد انجري او زي لعيب الكوره اللي احنا شفنا الفيديو بتاعه كده حصل هايبر اكستنشن للركبه، ان احنا الاول نتاكد ان التيبيا دي مش ساجده علشان نعملها اكزامينيشن. واحنا بنعمل اكزامينيشن هنعمل اكزامينيشن للفيروس فالجاس ستريس علشان اشوف الكولاترال ليجمنتس. بعمل اكزامينيشن عن زيرو ديجري، لو عند زيرو ديجري الركبه بتفتح في فيروس او في فالجاس يبقى انا عندي يا اما ام سي ال او ال سي ال انجري ومعاهم البي سي ال كمان. لو انا عندي لاكستي عند 30 درجه بس يبقى انا يا الام سي ال يا ال سي ال لاترال كولاترال هم اللي فيهم انجري، والبي سي ال في الحاله دي سليم. البوستيريور ساك ساين زي ما قلنا، ودي هتبقى وفي هي ليها اسم تاني بوستيريور ساك تيست بتاع جودفري. ان احنا بننيم العيان وبنتني الركبه 90 درجه وانت بتقف بعيد عن العيان وتبص تانجنشال كده، لو بصيت هتلاقي في بوستيريور شيفت للتيبيا لورا ان ريليشن للفيمورال كوندايلز، لان زي ما قلنا الميديال بلاتو نورمالي 10 مللي انتيريور للميديال فيمورال كوندايلز. فنخلي بالنا البوستيريور ساك ساين دي لو انت ما رجعتهاش يبقى انت هيطلع عندك فولس بوزيتيف انتيرير درور ولخمان تيست كمان، وده هيدي لك الاعتقاد ان العيان ده عنده اي سي ال مش بي سي ال. البوستيريور درور تيست زي الانتيرير درور تيست بتتني ركبه العيان 90 درجه وبتابلاي بوستيريورلي دايركتد فورسز مع بوستيريور تيبيال ترانسليشن، بنشوف هي اتحركت لورا اكتر من 10 ل 12 مللي، ولو اكتر من 15 مللي بالكومباريزون بالركبه الثانيه يبقى الحاله دي احنا معانا كمان كومبايند انجريز للبوسترولاترال كورنر وممكن معانا الاي سي ال كمان. الكوادريسبس اكتف تيست ده رابع تيست ليها، وده الموست سبيسيفيك لان انت بتخلي العيان يكونتراكت الكوادريسبس بتاعته، مع الكونتراكشن بتاع الكوادريسبس هيحصل ايه؟ هتشد التيبيا انتيرير، هتبقى فيري كاركترستيك تيست ان التيبيا هتتشد انتيرير، انت هتشوفها بعينك ان التيبيا بترد النورمال بوزيشن بتاعها، وده فيري كاركترستيك للبي سي ال انجري. في دايل تيست، الدايل تيست ده مور سبيسيفيك واكتر بنشخص بيه البوسترولاترال كورنر او بوسترولاترال روتاتوري انستابيليتي. لو في اكتر من 10 ديجريز في الاكسترنال روتيشن بتاع الدايل تيست عند 30 درجه وعند 90 درجه ده بي سي ال مع بوست لاترال كورنر، لو في اكتر من 10 ديجريز اكسترنال روتيشن عند 30 درجه بس ده ايزوليتد بوست لاترال كورنر. ده البوستيريور ساج ساين اهي، لو بصينا احنا شايفين دي اهي تيبيا ساجد ورا الفيمورال كوندايلز بالباتيلا كلهم طالعين انتيريور للانتيريور ايدج او الانتيريور تشين بتاع التيبيا. خلاص ده البوستيريور ساج تيست وده الكوادريسبس تندون. لما الكوادريسبس اكتف تيست او الاكتف درور تيست لما العين هيشد الكوادريسبس دي التيبيا هتتحرك انتيريور. ده الفالجاس تيست. Your patient in supine lying position with the legs fully extended. To perform the test, instruct your patient to relax as much as possible. Grab onto the lower leg with one hand just above the ankle joint and fixate with the other hand on the medial side of the femur. Apply a lateral rotation in the knee joint and perform passive adduction in the knee joint to put stress on the lateral collateral ligament. ده الفيروس، ده الفالجاس بقى. Set your patient in supine lying position with the legs fully extended. Now with your patient in supine position, instruct him to relax as much as possible during the test. With one hand, grab onto the lower leg just above the ankle joint, and the other hand is used to fixate the femur. Then, slightly externally rotate the tibia and perform passive abduction in the knee joint, and thus putting stress on the medial collateral ligament. ده الفالجاس ستريس، ده البوستيريور درور مشابه للانتيريور درور اللي كلنا بنعمله في الاي سي ال.
draw test, have your patient in supine lying position, and ask your patient to flex his hip to 45 and his knee to 90 degrees. You can fixate his position by slightly sitting on the foot of your patient. Then palpate the joint line and push the tibia posteriorly in an explosive movement. طبعا لو الـ PCL مقطوع التيبيا هتروح معاك كلها لورا. طيب الـ posterior sag sign. Just have your patient in supine lying position with his hips flexed to 45 degrees and the knees flexed 90 degrees. In this position, the tibia drops or sags back posteriorly on the femur due to gravity if the PCL is torn. Normally, the tibial plateau extends 1 centimeter anteriorly beyond the femoral condyle, like seen in this case. So if you were to see a concavity distal to the patella, we are talking about a positive posterior sag sign. Quadriceps active test, زي ما قلنا ان هنخلي هنطلب من العيان ان هو يشد الكوادريسبس والركبه 92 درجه. لما هيعمل كده دي هتشد البوستيريور ساج وهتشوفها بعينيك فيري كاركترستيك. Test, have your patient in supine lying position with the hip flexed to 45 degrees and the knee flexed to 90 degrees. It's important to flex the knee further than the quadriceps neutral angle, which is usually around 60 to 70 degrees. Only above this angle, the quadriceps force vector angle includes a component of anterior draw in relation to the shaft of the tibia. The feet remain flat on a treatment bench. The knee is in a neutral rotation position. Then the examiner fixates the patient's foot by gently sitting on it and asks the patient to try to slide his foot forward on the bench against the examiner's resistance. In case of a PCL tear, the tibia stays posteriorly before the contraction and will be repositioned to its normal position due to the quadriceps contraction. So this test is positive for a torn PCL if the tibia is shifting forward. الدايل تيست زي ما قلنا ده اللي هنشوفه تاني او هنكرره تاني في الاكزامينشن بتاع البوسترولاترال كورنر. ده عشان بيشوف البوسترولاترال روتاتوري انستابيليتي. العيان بيبقى في البروم بوزيشن وهنشوف التكنيك بتاعه ازاي. In supine, prone and sitting position, but the original version described by Cooper et al. Is in prone position. So first, flex your patient's knees to 30 degrees. And bring his ankles into maximal dorsiflexion to limit rotation at the ankle. Then place both of your hands on the feet of the patient, cup the heels, and place your fingers and thumbs alongside the talar calcaneal contours. Now maximally externally rotate the heels and measure the foot thigh angle and compare both sides. In the second part of this test, وهن compare بالother side ونشوف إذا كان في أكتر من 10 degree عند 30 degree وعند 90 degree علشان نشوف هل هو isolated posterior corner ولا posterior corner ومعاه ECL. الإيمجينج زي ما شرحنا في الـ MRI بتاع الركبة هنشوف الـ plane X-ray هتورينا إيه والـ MRI هيورينا إيه. في الـ plane X-ray ممكن نشوف الـ posterior tibial avulsion بتاع الـ PCL. ممكن نشوف الـ posterior tibial subluxation لكن ده مش common. يمكن الـ stress views أو الـ kneeling stress radiographs اللي بتبين لنا الموضوع أكتر. هنبص كده على الصور أهي. ده الـ stress kneeling view. العيان بيبقى تاني ركبته دايس على مخدة أو حاجة وبنرسم line along the posterior border بتاع التيبي. المفروض اللاين ده بيبقى anterior للposterior part بتاع البلومنسات لاين بمسافة من 5-6 ملي. اوكي وهنشوف هنا. دكتور عمرو ممكن نعلي الصوت شوية لو ينفع؟ حاضر. كده صوت احسن؟ كده احسن يا بيه. اتفضل يا فندم. زي ما قلنا احنا كده هنشوف اللاين اللي باسنج بوستيريور على البوستيريور بوردر بتاع التيبي
ومعدي على الفيمورال كوندايلز ونشوف مسافته من البوستيريور موست بارت بتاع البلومن ساتلايت. في الحالة دي اهي الناحية اللي على الشمال دي الناحية الطبيعية معانا تقريبا 5.7 مليمتر ديستنس ما بين البوستيريور بارت بتاع البلومن ساتلايت واللاين الدرون على البوستيريور بوردر بتاع التيبي، دي بيربنديكولار ديستنس. الناحية اللي على اليمين دي اللي فيها السبلكسيشن زي ما انتم شايفين التيبيا مرحلة ورا، وهنا المسافة بقت بالنيجاتيف بدل ما هي 5.7 على الشمال بوزيتيف بقت 5.9 مليمتر بالنيجاتيف. يبقى الديفرنس ما بين الركبتين دول كام؟ الديفرنس ما بين الركبتين دول لما نقارنهم ببعض تقريبا 11.6. يبقى ده جريد 3 اللي هو فاتح اكتر من الطبيعي. هم عملوا كلاسيفيكيشن عشان يربطوا الكلينيكال فايندينجز بتاعه البوستيرير درور بالنيلينج ستريس فيو، قالوا ان جريد 1 في البوستيرير درور اللي هي هيفضل لسه 5 ملي من التيبيال بلاتو انتيرو الفيمورال كوندايل بيساوي ل 7 ملي من البوستيرير تيبيال ترانسليشن، وجريد 2 اللي هو من 5-10 ملي اللي بقى التيبيال بلاتو فلاش مع الفيمورال كوندايلز مساوي تقريبا ل 8-11 ملي، وده بيساوي كومبليت بي سي ال. جريد 3 اللي قلنا ان التيبيا رحلت ورا خلاص ما عادتش مش مجرد فلاش مع الفيمورال كوندايل، لا رحلت لورا، دي ايكويفالنت تقريبا 12 او اكتر مليمتر بوستيريو تيبيال ترانسليشن، ودي بتسيجنيفاي ان PCL ومعاه posterolateral corner. ده الاكس راي زي ما بينا التيبيال بوني افالجن اهي، وهنا الام ار اي زي ما شرحنا البي سي ال بيبقى حاجه تخينه سودا سترونج مكمله بوضوح، لا هنا في disruption تقريبا عند الفيمورال انسرشن وهنا في disruption ناحيه التيبيال انسرشن. التايبس بتاعه البي سي ال انجريز اللي موجوده عندنا، يا اما احنا عندنا اكيوت ايزوليتد بي سي ال وده زي ما قلنا مش كتير انكومن وايزلي مسد مننا والسيمتومز بتاعته فيري مايلد، يا اما يبقى اكيوت كومبايند بي سي ال وبوست لاترال كورنر. خلي بالنا قوي في العيانين دول ان احنا نفحص الكومن بيرونيال نيرف، وده عنده ماركت انستابيليتي وهيجي لك وبالاكزامينشن هتعرف تلقط ان هو في كرونيك ايزوليتد بي سي ال، وده عيان بقى له فتره عنده بي سي ال وماشي عليها، 50% منهم بس اللي بيشتكوا من انستابيليتي، والعيان ده هيتعرض ليتر اون لباتيلو فيمورال ارثرايتس لان طبعا التون بي سي ال ده اللي خلى التيبيا تسجل ورا هيزود الكونتاكت بريشرز اللي على الباتيلا على التروكليا بتاعه الفيمر، وبالتالي هيؤدي الى باتيلو فيمورال ارثروزس او باتيلو فيمورال ارثرايتس وهيدخل عنده في ارثرايتس ليتر اون. او العيان اللي عنده كرونيك كومبايند بي سي ال مع بوست لاترال كورنر، وده عيان هيبقى عنده سيفير انستابيليتي اسمها تريبل فيروس، ودي هنشرحها مع البوست لاترال كورنر. احنا عندنا ثلاث انواع من الفيروس، عندنا برايمري فيروس، عندنا سكندري او دبل فيروس، وعندنا تريبل فيروس. العيان اللي عنده كرونيك كومبايند بي سي ال وبوست لاترال كورنر ده عيان عنده سيفير انستابيليتي اللي هي تريبل فيروس. المانجمنت بتاع البي سي ال، خلينا نبص كده على الالجوريزم ده. لو انا عندي اكيو بي سي ال هو عباره عن تيبيال افالجن فراكتشر، لو هي لارج فراجمنت هفتحها واعمل اوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن من الموديفايد بوستروميديال ابروتش. لو هي سمول فراجمنت والعيان عنده جريد 1 او جريد 2 لاكستي هلبسه بريس وامشي معاه كونزرفاتيف. لو السمول فراجمنت دي معاها عيان جريد 3 لاكستي هعمل بي سي ال ريكونستراكشن. تمام؟ طيب لو انا عندي ايزوليتد بي سي ال بس معهوش اي لا بوست لاترال كورنر ولا اي سي ال ولا ال سي ال ولا ام سي ال، لو هو جريد 1 وجريد 2 همشي معاه كونزرفاتيف. لو هو جريد 3 يعني ركبته بتخونه والراجل ده اثليت هعمله بوست بي سي ال ريكونستراكشن. لو هو نون اثليت وحتى وهو جريد 3 همشي مع كونزرفاتيف، لان الهيلينج باور عشان البي سي ال عريض
والتخانه بتاعته اكبر، فده ممكن يديني بوتنشال ان هو يخف. لكن لو العيان ده كان معاه كومبينيشن مع اذر ليجامنتس انجريز، هعمل العيان ده سيرجيكال ريبير وريكونستراكشن لو عدى عليه اقل من 3 اسابيع. ده الكونزرفاتيف، ده البريس بتاع البي سي ال. وبريس البي سي ال يا جماعه مختلف تماما عن بريس الاي سي ال، لان في الحته اللي ورا دي البوستيريور دي الحته اللي بتبقى على الكاف ماسلز على الجاستروكنيميوس، ودي بتزق التيبيا اللي ساجن بوستيريورلي انتيريورلي عشان يحصل هيلينج في بيتر بوزيشن. وهو ده برضو البريس اللي بنجيبه للعيانين اللي احنا عاملين لهم كروشيت ليجامنت ريكونستراكشن علشان يحميهم في الفتره الاولانيه بعد البي سي ال. طيب امتى هعمل سيرجيكال تريتمنت؟ زي ما قلنا، يا اما في عيانين جريد 3، يا اما عيانين معاهم اسوشيتد انجري غير بوست لاترال كورنر، يا اما في العيانين عندهم بوني افالجنز، يا اما في العيانين عندهم كرونيك ليجنز. ودول عاده ما بتعمل لهمش بوستيرير كروشيت ريكونستراكشن، انت بتعمل لهم اوستيوتومي، لان العيانين دول عندهم حاجه اسمها تريبل فيرس زي ما قلنا هنشرحها كويس قوي في البوست لاترال كورنر انجريز. والعيانين دول بيبقوا سيمتوماتيك، والسيمتوماتولوجي بتاعهم ان هم عندهم سيفير فيرس ديفورميتي. السيرجيكال تكنيكس، يا اما ان احنا هنعمل بوسترولاترال بوستيرير كروشيت ليجامنت ريبير للبوني افالجنز، ده عن طريق الاند باتن، عن طريق المسامير، عن طريق المنظار، هنعملها اوبن. ده تكنيكس كتيره جدا جدا مش هيسعنا الوقت ان احنا نخش او نخوض فيه، لكن هو اشهر حاجتين بيتعمل بيهم ريكونستراكشن للبي سي ال. التيبيال انلاي، ان انا افتح واعمل ترف في البوستيريور تيبيا مكان السلكس كده، واحط الدرافت بتاعتي وامسكها بمسمار في الحته دي، او ان انا اعمل ترانس تيبيال دريلنج زي ما بعمل الاي سي ال، بس انا هدريل ورا على الشامبين دروب اوف بوينت. نخلي بالنا جدا في الحته دي من البوبليتيال فيسلز. برضو في كونتروفيرسي، هنعمل سنجل باندل ولا هنعمل دبل باندل، هناخد اوتو جرافت ولا الو جرافت. خلوا بالكم بس الجرافت بتاعت البي سي ال محتاجه تكون طويله عن جرافت الاي سي ال، لان احنا عندنا احنا هنطلع تحت الارتيكولار سيرفيس بتاع التيبيا بحوالي سنتي، وبعدين هنلف من وراه، وبعدين نخش الركبه من ورا لقدام، وبعدين نمسك في الفيمورال كوندايل. فانت الجرافت محتاج على الاقل تقريبا حوالي 11 او 12 سنتي طول الجرافت. انت في الاي سي ال 9.5 10 مقبوله بالنسبه لك، لكن بالنسبه للبي سي ال ده مش مقبول. الاذر سيرجيكال تكنيك في العينين الكرونيك انستابيليتي او كرونيك بي سي ال ديفيشنسي، هم العينين هنعمل لهم هاي تيبيال اوستيوتومي، ودول اللي هنعمل لهم ميديال اوبننج ويدج هاي تيبيال اوستيوتومي عشان الفيروس مال الاينمنت اللي موجود عندهم. وفي العينين دول في تكه كده في العمليه ان احنا بنزود البوستيريور تيبيال سلوب علشان تريديوس الساج بتاع التيبيا اللي موجود. دي الجرافتات اللي بنعمل بيها البي سي ال. ممكن نعملها بكاتيلر تندون، ممكن نعملها زي الاي سي ال بالظبط، ممكن الكوادرسبس تندون او الهامسترينجز، ودي الموست كومن، او الالوجرافتس. بس طبعا الالوجرافتس مش موجوده في بلدنا، فدي مشكله شويه بالنسبه لنا. او ان انا اعمل ارثروسكوبيك بي سي ال، وده بنعمله الستاندرد بورتلز بتاعتنا، الهاي انترولاترال بورتل والهاي انتروميديال بورتل واللو انترولاترال بورتل، اهم ثلاثه انتيريور بورتل. وبنعمل حاجه اسمها هاي بوستروميديال بورت، ده مهم قوي يا جماعه عشان ما تبقاش شغال بلايندلي، لان مش مجرد ان انت باصص بالمنظار، انت المفروض باصص بالمنظار وبالمنظار ده تبص ورا التيبيا. الوضع ده صعب جدا الا لو معاك عدسه 70، ودي مش كومن في مصر، ناس قليله قوي اللي بتعرف تشتغل بيها علشان الاورينتيشن بتاعها اصعب كتير. لو انت معاكش عدسه 70 وعايز تعمل بي سي ال مظبوط من غير ما تعمل جوبردايزنج للفيسلز بتاعت العيان ده، لازم تبقى عامل بوسترو ميديال بورتال. ده البوسترو ميديال بورتال اهو، تدخل ابره الاول وتشوف انت فين، وتشوف انت رايح ناحيه البي سي ال. ده الفيمورال كوندايل احنا داخلين من وراها اهو، اهي ده اهو البوسترو ميديال اسبكت، بنفتح بالمنظار بالمشط عشان نخش اهي. بعد كده بتعمل الفيمورال تانل زي ما قلنا، المهم قوي اللي احنا عندنا علشان نعمله ريكونستراكشن هو الانترولاترال باندل، ودي بتبقى من اول التروكليار بوينت لحد الميديال ارش بوينت،
من الساعه 12 تقريبا للساعه 2 او للساعه 3 على حسب الركبه اللي انت شغال فيها، وبتبقى قريب قوي من الكارتليج او من الارتيكولار كارتليج، بتبقى وراه تقريبا بحوالي 7 ل 8 مللي. التيبيال تانل طبعا بندريل، بس نخلي بالنا بقى ان احنا زي ما انتم شايفين كده البي سي ال جايد مختلف عن الاي سي ال جايد. البي سي ال جايد في حته بتنام ورا التيبيا، ومهم جدا وانت بتعمل دريلنج يستحسنك طبعا تبقى عامل البوسترو ميديال هاي بورتال علشان تبقى شايف منه، وممكن تدخل منه معلقه كحت تزق الكبسول وتزق الفيسلز لورا عشان تبقى بعيده عنك، وتحمي الباسن بين اللي انت بتزقه وبتدخله. وبعدين بنمسك بسكروز زي ما بنمسك في الاي سي ال. ده المنظر اهو، بصوا البونطه طالعه فين يا جماعه؟ البونطه بعيده عن الشاين واي فايبرز بتاعه البوستيريور هورن بتاع الميديال منسكس اهو. وهنا بصوا الباسن بين اللي عاملين له دريلنج من التيبيا من قدام معدي فين. هو المور بيرفكت كمان ان هو يبقى اوطى من كده سنه كمان، يعني يمكن الصوره دي مش دقيقه قوي، لكن على الاقل انت طالع ورا التيبيا مش طالع في الارتيكولار سيرفيس بتاع التيبيا. ودي الصوره بتاعه الريكونستراكشن لو انت هتعمل دبل بندل ريكونستراكشن. الريهاب مختلف شويه عن الاي سي ال، ونخلي بالنا من النقطه دي لان الجرافيتي هي اللي بتعمل ستريتش للبي سي ال، فيستحسن معايا يبقى في اغلبيه الوقت بروم بوزيشن او لابس البريس اللي زقاله التيبيا لقدام عشان التيبيا ما تسقطش لورا، وبالجرافيتي يبدا يحصل لاكستي وستريتش للبي سي ال. الريهاب بتاعهم ابطا بكتير من البي سي ال من الاي سي ال، وعودتهم للملاعب مش قبل سنه لو هو لعيب كوره محترف، ولازم الموضوع يبقى انديفيدواليز، تشوف الفيزيوثيرابي اللي بيشتغل معاك وتفهمه القصه ازاي، وتفهمه خطوره البي سي ال والجرافيتي والرول بتاعها في الاسترتش بتاع الجرافت. كده احنا خلصنا البي سي ال، هنتكلم على البوستراتر كورنر. بعض الكتب بتكتب ان البوستراتر كورنر ده بيسموه الجانجل اوف ذا ني او الدارك سايد اوف ذا ني، يعني بيسموه المتاهه، بيسموه الادغال بتاعه الركبه، لانه في ستراكشرز كتيره قوي وكلنا بنتلخبط واحنا بنذاكر البوستراتر كورنر. هنحاول نبسط الدنيا على قد ما نقدر، بس الاناتومي مهم، وان احنا نركز في الاناتومي مهم قوي. بصوا الصوره اللي على جنب دي، دي فيها اهم ثلاثه ستراكشرز بيعملوا البوستراتر كورنر. فيها الفيبولار كولاترال ليجمنت طالع من الفيمورال ابيكوندايل بالظبط وراها وتحتها بخمسة ملي عشان يمسك في الفيبولار هات. في البوبليتيا ستندون اهو جاي عشان يمسك تحت ومور ديبر للفيبولار كولاترال ليجمنت وتحت الابيكوندايل بتاعه اللاترال فيمورال كوندايل. وهنا في حاجه اسمها البوبليتيو فيبولار ليجمنت طالع من البوبليتياس عشان يمسك في الفيبولار هيد. دول اهم ثلاثة ستراكشرز. زي ما قلنا هنتلخبط شويه لان احنا هنبدا نقول على حاجات ازيد في البوستراتر كورنر، بس هم دول الثلاثه المين، الفيبولار كولاترال، البوبليتيو فيبولار، والبوبليتيا ستاندر، هم دول اهم ثلاثة ستراكشرز. اهو الفيبولار كولاترال ليجمنت، البوبليتيو فيبولار ليجمنت، وادي البوبليتيا ستاندر اهو. ده صورة من المشرحة. طيب تعالوا نلخبط نفسنا تاني اكتر شوية. البوست لاترال كورنر بيتكون من ايه؟ ثلاثة ميجور ستابلايزرز، ستاتيك ستابلايزرز، الار سي ال اللي هو الفيبولار كولاترال ليجمنت، البوبليتيس، والبوبليتيو فيبولار ليجمنت. دول اهم ثلاثة. دول اهم ثلاثة، ولو افتكرت دول في الامتحان يبقى انت راجل هايل جدا جدا. طب انت راجل شاطر اكتر شوية، في اذر ستاتيك ستابلايزرز، في الكابسولار ثيكنينجز، وفي الاركويت ليجامنت، وفي الفابيلو فيبيولر ليجامنت. دول ثلاثه تانيين غير الثلاثه اللي فوق، بس الاهم هم الثلاثه اللي فوق. في بقى حاجه اسمها الدايناميك ستابلايزرز. يبقى احنا عندنا سته ستاتيك ستابلايزرز وعندنا اربعه دايناميك ستابلايزرز. البايسبس فيمورس، ودي نازله عشان تمسك هنا مع الفيبيولر هيد مع الفيبيولر كولاترال ليجامنت. الاليوتيبيال باند او الاليوتيبيال تراك، البوبليتياس ماسل كبوبليتيس مش التندون، المصل نفسها، واللاترال هيد بتاعت الجاستروكنيز. يبقى عندنا سته ستاتيك ستابلايزرز وعندنا اربعه دايناميك ستابلايزرز. انا عارف كلنا بنتلخبط في البوست لاترال كورنر، وعشان كده هم بيسموه الدارك سايد اوف ذا ني،
او بيسموه الجنجل اوف ذا ني. بص يا جماعه ده اللاترال فيمورال ايبيكوندايل. ال سي ال بيبقى سنت ملي ل 2 ملي بروكسيمال او على الليفل بتاعها يعني لو انت عايز تبقى دقيق شويه، و4 ملي او 5 ملي بوستيريور لللاترال ايبيكوندايل. مين جاي من تحتيه؟ جاي البوبليتيا ستندون عشان يمسك. البوبليتيا ستندون تقريبا نازل سنتي تحت الفيبرال كولاترال ليجامنت وبرضه 5 ملي بوستيريور لللاترال ايبيكوندايل. مهمه قوي الصوره دي لان الصوره دي انت اللي بتبني عليها الريكونستراكشن بتاعك. دي اللاترال ايبيكوندايل وراها مباشره بيبقى ماسك الفيبرال كولاترال ليجامنت و5 ملي لتحت. البوبليتياس 10 ملي لتحت وبرضه 5 ملي لورا عشان ما نتلخبطش. وهما الريكونستراكشن بتاع البوست شاتر كورنر قايم على الاثنين دول، قايم على الفيبرال كولاترال ليجامنت وقايم على البوبليتياس تندون. دي الصوره اللي شرحناها قبل كده وده المنظر من ورا. مور كومبلكس او مور كومبلكس وفي لخبطه كتير. خلاص في حاجه اسمها الاركويد كومبلكس. في حاجه اسمها الاركويد كومبلكس. ايه الاركويد كومبلكس ده؟ اللاتر كولاترال او الفيبولار كولاترال ليجامنت ده ومعاه الاركويد ليجامنت ومعاه البوبليتيا ستندون. طب نبص على الصوره اللي جايه دي يمكن دي توضح لنا اكتر. ده الاركويد ليجامنت اهو وبيبقى تو ليه تو ليمبس، لاتر ليمب وميديال ليمب اهو، و ادي الفيبولار كولاترال ليجامنت اهو الاخضر الثاني اهو والبوبليتيا ستندون. دول بيتقال عليهم في بعض كتب الاناتومي وفي بعض كتب البايوميكانكس الاركويد كومبلكس. الاركويد كومبلكس هو عباره عن الاركويد ليجامنت ومعاه الفيبولار كولاترال ليجامنت ومعاه البوبليتيا ستندون. لخبطه انا عارف. برضه اهم ثلاث ستراكشرز الفيبولار كولاترال البوبليتيا ستندون والبوبليتيو فيبولار ليجامنت. الركبه علشان الناحيه اللاترال دي صعبه جدا وزي ما قلت لكم هي عامله زي الجنجل، رجعوا قسموا الاستراكشرز اللي فيها لثلاثه لايرز. قال لك لا هنقسمها بلايرز مش هنقسمها بستراكشرز. اللاير الاولانيه فيها الاليوتيبيال باند وفيها البايسبس فيمرس وما بينها وما بين اللاير الثانيه الكومن بيرونيال نيرف. لاير 2 هي الباتيرلال لاترال ريتيناكيولم. لاير 3 اللاترال كولاترال ليجامنت الفابيلو فيبولار ليجامنت الاركويت ليجامنت البوبليتيا ستندون البوبليتيو فيبولار ليجامنت والكبسول. لخبطه انا عارف. طيب يبقى اللاترال ستراكشرز بتاعت الركبه هم عباره عن ثلاثه لايرز. اللاير الاولانيه اول لاير خالص هي عباره عن الاليوتيبيال تراك والبايسبس فيمرس وراه، تحتهم مباشره الكومن بيرونيال نيرف. عشان كده الناس اللي تفتح بوست لاترال كورنر وانت بتفتح كيرفد انسيجن وتبص تجيب البايسبس فيمورس فين وهو ده اللي تحتيه مباشره الكومن بيرونيال نيرف. عشان للاسف في ناس بتفتح وما تبقاش عارفه هتدور فين على ايه. لو انت مش عارف انك وانت بتفتح البوست لاترال كورنر هتفتح وتدور مينلي على البايسبس فيمورس واللي هيبقى تحتيها مباشره الكومن بيرونيال نيرف يبقى انت مستحيل جدا انك تضرب الكومن بيرونيال نيرف لانك مش هتبقى عارف مكانه. لاير 2 اللي هي ما بينها وما بين اللاير اللي فوقيها الكومن بيرونيال اللاترال باتيلار ريتيناكل، ثم الديب لاير فيها ال سي ال فيها الاركويت ليجامنت فيها البوبليتيا ستاندون فيها البوبليتيو فيبولار ليجامنت والكبسول. اتلخبطتوا اكيد. طيب ايه هي الفانكشن بتاع البوست لاترال كورنر؟ انها بتريزيست الاكسترنال روتيشن والفارس روتيشن. سيبكم من كل الكلام اللي تحت ده، هي بتريزيست الاكسترنال روتيشن والفيروس روتيشن. عشان كده الدايل تيست عملناه زي ما شفناه في الفيديو كده. البي سي ال انجريز 28% بس بيبقوا ايزوليتد، لكن هي عاده بيبقى معاها اكتر البي سي ال من الاي سي ال، وده سؤال ام سي كيو خلي بالنا منه، ان معاها مور اسوسيشن اكتر في البي سي ال عن الاي سي ال. المسد بوست لاترال كورنر انجري ده بيسبب فيلير، واشهر احد اشهر اسباب الاي سي ال فيلير ان العيان تخش تعمل له اي سي ال ومش واخد بالك ان العيان ده عنده بوست لاترال كورنر انجري وتعمل له اي سي ال والعيان يمشي معاك كويس شهر ولا شهرين وبعدين يجي يقول لك بص ركبتي بتفتح ازاي، بص الرجل لفه في فارس وريكيرفيتم والوضع صعب قوي،
العيان ده حصل له فيلير للاي سي ال اللي انت عملته عشان خاطر انت ما خدتش بالك من الميسد بوسترو لاترال كورنر انجري. الميكانيزم بتاعت الانجري ان يحصل بلو للانتروميديال اسبكت بتاع الني، ان يحصل فارس ستريس للفليكس الني، يحصل هايبر اكستنشن زي اللعيب الكوره اللي احنا شفنا الفيديو بتاعه بتاع كره القدم الامريكيه ده، ده طبعا جاله بي سي ال وبوستر لاترال كورنر، ان يحصل اكسترنال روتيشن تويستنج انجري، او ان يحصل ني ديسلوكيشن. طبعا البوستر لاترال كورنر اوعى ما تبصش على الكومن بيرونيه الاسوسيشن 30%، يعني تقريبا 3 من كل 10 عيانين عندهم بوستر لاترال كورنر عندهم كومن بيرونيه. العيان ده لو انت دخلت تعمل له عمليه وانت مش دوكيومنتد الكومن بيرونيال نيرف اخباره ايه، وطلع بفود دروب وانت ما تعرفش ان هو كان موجود قبل العمليه، انت معرض للمساءله الجنائيه. الكلاسيفيكيشن بتاع بوست لاترال كورنر بيعتمد على الجريدنج بتاع هوجستون. جريد 1 بيفتح تقريبا 5 مللي بالفيروس ستريس تيست، وفي تقريبا 5 درجات روتيشنال انستابيليتي على الدايل تيست. لو اكتر من 10 يبقى ده بوستر لاترال كورنر مع بي سي ال. جريد 2 العيان ده بيفتح من 6 ل 10 مللي بالفيروس ستريس تيست على الاكس راي، وعنده على الدايل تيست من 6 ل 10 ديجريز على الدايل تيست روتيشنال انستابيليتي. جريد 3 العيان ده بيفتح اكتر من 10 مللي وملوش اند بوينت، انت ممكن تفتح اكتر من كده بكتير لان كل حاجه طايره بقى في السكه دي، ومعاها عاده البي سي ال كمان، ومعاه اكتر من 10 ديجريز على الدايل تيست، وبرده مفيش اند بوينت في العيان ده. الاكزامينشن، الاكزامينشن زي ما قلنا كده في التستات بتاعه البي سي ال، برده هنا في التستات بتاعه البوست لاترال كورنر. بس حاجه مهمه قوي، خلي العيان ده يمشي قدامك، وبالذات لو العيان ده كرونيك هتلاقي اللي عنده بيعمل حاجه اسمها فارس ثراست، خلاص رجله بتفتح وهو ماشي كان الركبه بتلب من على اللاترال سايد، خلاص وهو واقف وحاطط رجليه الاثنين جنبه هتلاقي اللي عنده داخل في فارس ديفورميتي. احنا هنشرح انواع الفارس زي ما قلنا بتاعه الركبه هنا، احنا شرحناها كده سريع او قلنا الاسم سريع في البي سي ال، بس في البوست لاترال كورنر هنشرح. العيان ده طبعا لما هنعمل له فيروس ستريس تيست زي ما شرحنا كده في البي سي ال، هنلاقي ان هو عنده عند 0 ديجري. لو بيفتح عند 0 ديجري في الفيروس ستريس يبقى ده عيان عنده ال سي ال ومعاه كروشيت اي سي ال او بي سي ال. لو هو عند 30 درجه بس مش عند الزيرو يبقى العيان ده عنده ايزوليتد بوست لاترال كورنر او لاترال كولاترال. الدايل تيست زي ما شرحنا لو اكتر من 10 ديجري عند 30 درجه بس ده isolated post lateral corner، عند 90 درجه وعند 30 درجه يبقى ده post lateral corner وبي سي ال كمان. في حاجه اسمها external rotation recurvatum، ان انت بتاخد صباع رجل العيان الكبير وتشد فوق هتلاقي الرجل دي سقطت منك في external rotation، وده بيبقى very characteristic للبي سي ال post lateral corner injury. زي ما عملنا posterior drawer test بس هنعمله في الرجل وهي في اكسترنال روتيشن 15 درجه، هنعمل البوست لاترال درور تيست انك هتزق على التيبيا وانت قاعد مثبت الفوت بتاعه العيان ولافف الرجل في 15 ديجري اكسترنال روتيشن وتزق لورا، هتلاقي ان العيان ده رجله بتروح معاك لورا. في بقى الريفرس بيفوت شيفت، لان في حاجه اسمها البيفوت شيفت في الاي سي ال هنشرحها لما نيجي للاي سي ال. الريفرس بيفوت هو ده اللي بنعمله في البوست لاترال كورنر، ده عكس البيفوت شيفت الثاني. النيه هنا بتبقى في 90 درجه وفي اكسترنال روتيشن وفالجس ابلايد للتيبيا، واحنا بقى بنفرد الركبه بتاعت العيان مش بنتني زي في الاي سي ال. التيبيا دي بتبقى ساجد ورا فهتبدا تريديوس من البوستيريور ساجد بوزيشن عند 20 درجه فليكشن للريديوس بوزيشن في الفول اكستنشن، وده بالافكت او بتاثير مين؟ ده بتاثير الاليوتيبيال باند اللي تحول بين فليكسور الى اكستنسور للركبه في التست ده. ده الاكسترنال روتيشن ريكيرفيتم تيست. ده الدايل تيست اللي شرحناه قبل كده. ده الريفرس بيفوت شيفت. First pivot shift test, have your patient in supine lying position with the knee flexed to 90 degrees. Then bring the tibia into external rotation with your ipsilateral hand.
Place your contralateral hand on the proximal lateral tibia to apply a valgus stress, and apply an axial load through the tibia with your distal arm or with your iliac crest, like shown here. In a patient with posterior lateral rotary instability, this position will subluxe the lateral tibial plateau posteriorly. Then passively extend your patient's leg while keeping the external rotation, valgus force, and axial load. ما احنا شايفين ده ريفرس بيفوت. في الراديولوجي هنبص برضه ببلين اكس راي، ممكن اشوف افالجن للفيبولار هيد طالعه لي كده، او افالجن من اللاترال فيمورال كوندايل. هنعمل ستريس اكس رايز برضه، هنشوف هي بتفتح لو في سايد سايد ديفرنس من 2.5 ل 4 ملي، ده ايدوليتد ال سي ال هير. لو بتفتح اكتر من 4 ملي ده بوست راترا كورنر بالكامل. اللونج ستاندنج راديوجرافس ده مهم جدا 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 في العيان، بالذات الكرونيك بتاع البوست لاترال كورنر، لان احنا عندنا في ديفورميتي اللي هي البرايمري فيروس او السكندري فيروس او التريبل فيروس. دكتور عمرو معلش ممكن حضرتك تعلي صوتك شويه، عشان بعد الفيديو الظاهر الصوت قل، مش عارف ليه، او يمكن هو قل من الابلكيشن مش عارف. احنا الراديولوجي زي ما قلنا البلين اكس راي هنشوف اذا كان في افالجن للفيبولار هيد او الفيمورال كوندايل. الاستريس راديوجرافس هناخد العيان ده في فيروس ستريس ونشوف الجوينت لاين بيفتح ولا لا. هنحتاج لونج ستاندنج اكس رايز لان مهمه جدا ان انا اساس الالاينمنت بتاع العيان دوت. والام ار اي هنشوف زي ما شفنا كده وشرحنا قبل كده في المحاضره اللي فاتت بتاعه الام ار اي بتاع الركبه. ده اللي هنشرح عليه الفيروس بتاع مين. البرايمري فيروس ده بوني فيروس. يعني ايه بوني فيروس؟ يعني العيان ده المينيسكس والارتيكولار كارتليج الاثنين اتاكلوا، فده اسمه برايمري فيروس، فيروس اولي او فيروس بوني، نتيجه ان حصل فيروس الاينمنت في التيبيو فيمورال الاينمنت، علشان فقدنا في العيان ده المينيسكس والارتيكولار كارتليج. ايه هو الدبل فيروس او السكندري فيروس؟ ده عيان عنده برايمري فيروس، عنده بوني تيبيو فيمورال فيروس، بس اللاترال ستراكشرز هنا حصل لها ستريتش فاتقطع في العيان ده غالبا الفيبولار كولاترال ليجمنت. طب ايه التريبل فيروس؟ التريبل فيروس هو عيان عنده برايمري فيروس، عنده بوني تيبيو فيمورال فيروس مال الاين، وعنده اللاترال ستراكشرز كمان اتقطعت كلها بقى مش مجرد الفيبولار كولاترال ليجمنت، واضيف اليها ان العيان عنده ريكيرفيتام اكسترنال روتيشن، لان العيان دون البوست كولاترال كورنر كله اتقطع. والبوست كولاترال كورنر قلنا الفانكشن بتاعته ايه؟ ان هو يحمينا اجينست الاكسترنال روتيشن والريكيرفيتام، فهيحصل في العيان ده ريكيرفيتام واكسترنال روتيشن. يبقى دول الثلاث انواع بتوع الفيروس مال الايرت. برايمري دابوني، حصل ان الكارتليج والمنسكس اتاكلوا زي بيحصلوا في الاوستيو ارثرايتس العاديه خالص، ده عيان عنده برايمري فيروس نتيجه اوستيو ارثرايتس بوني. دبل فيروس هو حصل بوني فيروس مال الاينمنت، لكن حصل معاها سيباريشن في اللاترال ستراكشرز، السوفت تيشو ستراكشرز هنا بقت ستريتشد او اتقطع بس الاف سي ال او الفيبولار كولاترال. التريبل فيروس هو عباره عن بوني فيروس وسوفت تيشو ستريتشنج، بس هنا اتقطع بالكامل البوست راترا كورنر، ونتيجه قطع البوست راترا كورنر كله حصل ان العيان ده دخل في اكسترنال روتيشن وريكيرفيت. دول الثلاث انواع بتوع الفيروس مي، ودول طبعا بنعالجها ان احنا بنعمل ويدج اوستيوتومي. اهو ده النورمال الاينمنت اهو، وده الميكانيكال الاينمنت ديفيشن اهو. ده البلين اكس راي زي ما قلنا، حته من الفيبولار هيد طايره اهي في الهواء، وده بيقول لك ان غالبا الفيبولار كولاترال او كل البوست لاترال كورنر طار. ده الستريس فيو اكس رايز اهي، الجوينت لاين بيفتح مع الفيروس ستريس، هنا فاتح تقريبا 12 مللي، هنا فاتح 16 مللي، وده اللونج ليج فيلم
اللي هنشوف اذا كان العيان عنده primary virus او secondary virus او double virus او triple virus. ده الـ MRI زي ما شرحنا قبل كده، ده normal LCL اهو واضح قوي بالنسبة لنا، وده الـ popliteal standard اهو. هنا بقى حصل injury اهي، في separation هنا من الفيبولار اهي، هنا البوبليتياس اهي حصل فيها انجري. عيان البوست لاترال كورنر عاده الكونزرفاتيف تريتمنت ملوش دور فيه، لكن ممكن نلجا له لو هو بس جاست جريد 1 اللي هو بيفتح حاجه صغيره اقل من 4 مللي، او لو هو ايزوليتد انجري معهوش لا اي سي ال ولا بي سي ال ولا ام سي ال، العيان ده ممكن يمشي كونزرفاتيف. لكن عاده الـ very common في السيناريو بتاع الـ posterior corner إن العين ده بيحتاج surgical intervention. الـ operative يا إما هنعمل posterior corner repair في الـ acute setting، يعني عيان لسه مخبوط، لأن خلي بالك العيان اللي معاه posterior corner ما بيجيش لوحده، ACL ومعاه غالباً ACL، يعني بيبقى some sort of knee dislocation. فإحنا ما عندناش في مصر autografts، إحنا مضطرين نستخدم autografts. انت هتاخد للعيان دون السيمي تي والجراسيلس مثلا تعمل لهم البي سي ال، وتاخد السيمي تي تعمل بيها الاي سي ال، ويفضل لك الجراسيلس علشان تعمل بيها اللاترال كولاترال ليجمنت. ما عندناش جرافتات تانية، هتاخد ايه من العيان ده؟ انت فتحت ركبته السليمه كمان. فالعيان ده لو اقل من اسبوعين من السهل جدا انك تلاقي التيشوز لسه كويسه، وتقدر تحط انكرز في الفيبولار هيد وتصلح عليها البوست جراتر كورنر. لو صلحت البوست جراتر كورنر وحسيت ان الريبير بتاعك ضعيف وان هو من السهل جدا انه يشرم، يبقى هتعمل هايبريد ريكونستراكشن وريبير. يبقى هتعمل ريكونستراكشن، هتعمل ريكونستراكشن رغم ان انا عامل ريبير لان انا مش واثق في قوه الريبير اللي انا عملته. او هتعمل بقى في العيان الكرونيك اللي جاي لك بعد شهر او بعد 3 اسابيع بالظبط، لان هو ده العيان اللي بيتقال عليه كرونيك بوست لاترال، هتعمل له بوست لاترال ريكونستراكشن، هتعمل له اي سي ال ريكونستراكشن، هتعمل له بي سي ال ريكونستراكشن، وهتعمل له ممكن هاي تيبيال اوستيوتومي لو هو كرونيك وجاي لك بتريبل فارس. ده كده الاوبرتيف تريتمنت بتاع البوست لاترال كورنر. تعالوا نبص الريكونستراكشن بيعتمد على حاجتين، بيعتمد يا اما انه يبقى فيبولار بيزد، يعني التانل اللي انت هتعمله هتعمله بس في الفيبولا، او هيبقى تيبيال وفيبولار بيزد. تمام، دي الطريقه العاديه بتاعت لارسن، ان انا بعمل تانل في التيبيال وباخد السيمي تي او الجراسيلس وبعديها اهو، وبعدين اخدها في بوينت واحده. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل بس الفيبولار كولاترال ليجمنت، ملوش دعوه بالبوبليتياس تندون خالص، وما عملوش ريكونستراكشن. فلو انت مطمن ان بقيه الاستراكشرز بتاعت بوست لاترال كورنر سلام، يبقى انت هتعمل للعيان ده لارسن بس، او هتعمل للعيان ده الفول جوب الفول ريكونستراكشن. دي الطريقه بتاعت لابراد، هو هيريكونستراكت البوبليتياس اهو، هيريكونستراكت الفيبولا كولاترال ليجامنت اهو، عنده تانل جوه الفيبولا وعنده تانل جوه التيبيا اهو. دي صوره من الجنب، دي صوره من ورا، مبينة ان في تانل في الفيبولا وفي تانل من قدام ورا في التيبيا، وهنا ماسك في تو بوينتس مختلفين، واحده للبوبليتياس واحده للفيبولا كولاترال ليجامنت. دي موديفيكيشن لللارسن على اساس ان احنا بنحاول ان احنا نريكرييت ان هم مش بوينت واحده، فبتاخد لمب وتعكسها وتاخدهم خلف خلاف. هتاخد واحده تعملها البوبليتياس وتثبتها بمسمار لوحدها، وهتاخد الثانيه وتثبتها وتعملها الفيبولار كولاترال ليجمنت. بس كل ده فيبولار بيست، دي الموديفايد بارس. في طريقه ثانيه اللي هو هعمل تانل للتيبيا واعدي فيه الجرافت بتاعتي، وعديها من ورا التيبيا واطلع بيها اخليها هي كانها بوبليتياس، وبرضو اعمل تانل في الفيبيولا واخد
التو لمس بتوعها واطلع اثبتهم فوق في الفيمورال ابيكوندا. يبقى انا عندي تحت تانل تيبيا وتانل فيبيولا، لكن هما الاثنين ماسكين فوق في الفيمر ببوينت واحده. على عكس دي طريقه لابراد. لا، لابراد عامل تانل تيبيا وعامل تانل فيبيولا، فعندي تو تانلز تحت وعندي مسمارين فوق، واحد يمسك بوبليتيس واحد يمسك الفيبيولار كولاترال ليجمنت. على عكس هنا برضو تو تانلز تيبيال وفيبيولار، تيبيال وفيبيولار، لكن كلهم ماسكين في بوينت واحد. دي الموديفيكيشن بتاعه اللارسن زي ما قلنا اهي، هو عمل تانل اهو وعداه، وبعدين خد الليمب البوستيريور خلاه هو انتيريور مكان البوبليتيس، وخد الليمب الانتيريور وداه بوستيريور علشان يعمل بيه ومور بروكسيمال طبعا الفيبيولار كولاترال ليجمنت، ومسكهم بمسمارين مختلفين. دي طريقه الابراد اللي احنا قلنا عليها. طيب ايه الكومبليكيشنز؟ ان العيان بتاع البوست جاتر كورنر ده عنده هاي انسيدنس ان يحصل له ارتروفايبروزس. طبعا المسد البوست جاتر كورنر ده هو اللي بينتج عنه الفيلير بتاعه الاي سي ال او البي سي ار ريكونستراكشن لو ما خلناش بالنا منهم. خلي بالنا ان البيرونيال نيرف انجري تقريبا حوالي 30%، فدونت مس انك تاكزامن العيان ده عشان ميديكال ليجال بروبلمز. هنخش على الجزء الثالث من المحاضرة، أو الربع الثالث من المحاضرة، الانتيريور كروشيت ليجمنت. الACL عبارة عن اثنين باندلز، الانتروميديال باندل والبوسترولاترال باندل. الاثنين باندلز دول زي الانترولاترال باندل بتاع الPCL و البوستروميديال، بس هنا الموضوع مختلف، وهم متسمين على حسب الاتاتشمنتس بتاعتهم على التيبيا. طول الاي سي ال تقريبا حوالي 3 سم 3 سم ونص، وتقريبا حوالي من 7 ل 12 ملي في المتوسط، حوالي 9 ل 10 ملي في الويدث، فهو اقل ب 30% من البي سي ال. البندل المهم عندنا واللي كلنا بنشتغل عليها هي الانتروميديال باندل، وهي دي المسؤوله عن الانتيريور دور تيست، انها بتريزيست الانتيريور تيبيال ترانسليشن. البوستراتال باندل بتبقى تايت في اكستنشن، ودي مسؤوله مينلي على الروتيشنال استابيليتي او البيفوت شيفت بتاعه الركبه نفسها. الفيمورال اتاتشمنت هنبص كده عليها. دي كانت محاوله ان احنا نشوف ايه هي الايديال بوينت للاي سي ال اتاتشمنت على الفيمورال سايت. ده الريزيدنت ريتش او الانتركوندايلر ريتش، وده البايفوركيت ريتش. واتعملت محاولات كتير بقى علشان يتشاف احط الاي سي ال بتاعي فين، احطه هنا ولا احطه هنا ولا احطه على الريتش نفسها ولا احطه ورا الريدج ولا احطه انتيرير للريدج. اتعملت محاولات كتير جدا جدا. هل اخليه ايزومتريك؟ لو هو ايزومتريك يبقى انا هحطه في الحته دي، ولا اخليه اكسنتريك فانا هخليه ورا البايفوركيت ريدج، ولا اخليه دايركت فايبرز تبقى طلع كلها ماسكه في حته واحده، ولا اخليه التنشن عليها اقل ما يمكن ان يكون فهخليها في الحته دي. دي اخر بيبر منشوره على موضوع الفيمورال اتاتشمنت بتاع الاي سي ال، وقال لك النقطه السوداء دي هي دي الايديال بوينت. الايديال بوينت هتبقى فلاش مع الانتركوندايلر ريدج او الريزيدنت ريدج، فلاش مع البايفوركيت ريدج بس هي وراه، وهما سموها الايديال علشان هي واخده الخمس مميزات بتاعه الحاجات اللي احنا شرحناها قبل كده. هي ايديال عشان هي ايزومتريك حرف الاي، دي هي دايركت فايبرز الفايبرز كلها طالعه لورا، واناتوميكال ولو تنشن دي حرف ال واكسنتريك، فهي سموا دي الايديال بوينت علشان هي واخده اكتر خمس مميزات للديبيت اللي كان حاصل حوالين النقطه بتاعه الفيمورال اتاتشمنت بتاعه الاي سي ال. فهي ايزومتريك واغلبيتها دايركت فايبرز
واناتوميكال ريكونستراكشن ولو تنشن واكسنتريك. طب على التيبيال سايد، على التيبيال سايد انا باخد البوستيرير بوردر بتاع الانتيرير هورن بتاع اللاترال منيسكس كجايد لاين لي، باخد الميديال تيبيال سباين وابقى جاست لاترال ليها، وابقى 7 ملي الى 9 ملي من البي سي ال. هي دول التيبيال لاند ماركس. وطبعا لو كان في ستامب باقي من الاي سي ال على التيبيال سايد هتقدر تساعدك كتير، لكن لو ما عندكش او انت عملت له شيل كامل بالشيفر او بالفيبر او بواتيفر الميثود اللي انت شغال بيها، البوستيرير بوردر بتاع الانتيرير هورن بتاع اللاترال منيسكس اهو، الميديال تيبيال سباين اهي، ابقى انا فلاش عليها، ابقى انا 9 ملي انتيرير للبي سي ال وفي نص النوتش. لو انا رجعت بالمنظار ورا اشوف النوتش فين، ابقى انا اتاكد ان انا في وسط الارش بتاع النوتش. دي اللاند ماركس على التيبيال سايد برضه اهو، بوستيرير بوردر بتاع الانتيرير هورن بتاع اللاترال منيسكس. هنا باقي ريمننت للاي سي ال، فده بيساعدنا كتير. حاول بسي جايد انك تبقى داخل في قلب الريمننت ده عشان تبريزرف. دي الطريقه القديمه اللي قالوا لا احنا لو جينا على البايفوركيت ريدج هتبقى هي دي النقطه الصحيحه او النقطه المناسبه للبي سي ال. لا، هو كل الكلام ان احنا بقينا ورا هنا، هو دي الايديال بوينت، البوينت السوداء اللي احنا شاورنا عليها في السلايدز اللي فاتت. الميكانيزم اوف انجري يا اما تويستنج انجري مع هايبر اكستنشن، يا اما هايبر اكستنشن لوحدها ودي هتقطع الاي سي ال والبي سي ال او هتقطع الاثنين مع بعض، او هايبر فليكشن انجري والركبه تطق والعيان بتاع البي سي ال. الاي سي ال عاده بيجي يقول لك انا سمعت صوت كانك مسكت خيارايه كده وكسرتها، او في حاجه طقت او فرقعت جوه ركبتي، وبيبقى فيري كاركترستيك ان هو سمع الصوت بنفسه. هو عاده الركبه بتبقى دخلت في فالجس ستريس ومع انترنال تيبيال روتيشن وفليكشن، يبقى دول الثلاث حاجات اللي تقطع لك البي سي ال الاي سي ال: فالجس بوزيشن اوف ذا ني، انترنال روتيشن للني، ومعاها سنه ني فليكشن. ده هيخلي التيبيا تتحرك انتيريرلي لقدام، علشان دي حاجه ليها علاقه بالفيزكس وبالفيكتور اناليسيس وبالحاجات دي، لكن هي فكره فالجس ني مع انترنال روتيشن وسنه ني فليكشن، هتروح قطعالك الاي سي ال ونطره التيبيا انتيريور. الايفالويشن طبعا اللخمان تيست ده الموست سنسيتيف تيست للاي سي ال، وبيبقى جريدد جريد 1 من 3 ل 5 مللي، جريد 2 من 5 ل 10 مللي ترانسليشن، وجريد 3 من اكتر من 10 مللي ترانسليشن. بس نخلي بالنا زي ما كنا بنشرح في البي سي ال، البي سي ال تيرز هتديك فولس نيجاتيف لخمان تيست، لازم نرجع التيبيا الاول لوضعها الطبيعي لانها ساجد ورا الفيمورال كوندايز لو العيان ده عنده بي سي ال، ترجعها الاول في مكانها صح وتبقى بارزه 10 مللي من الايدج بتاع الفيمورال كوندايل، وبعدين تتست اللخمان تيست. ثاني تيست للاكزامينشن هو البيفوت شيفت تيست. هو الناس بتبقى محتاره هو اسمه ليه بيفوت وليه اسمه شيفت وايه القصه. هو البيفوت بتاعنا اللي هو زي ما قلنا البوسترو ميديال باندل، وهي دي اللي لما تتقطع الشيفت اللي هيحصل او البيفوتنج اللي بيحصل عليها هيتنقل للاليوتيبيال باند اللي هي هترد السبلكسيتد انتيريور تيبيا، هتردها ورا وانت بتعمل البيفوت شيفت تيست. اوكي، مهم جدا في البيفوت شيفت تيست ان العيان يكون عنده ميديال كولاترال سليم، لان لو الميديال كولاترال مقطوع في العيان ده مش هتعرف تعمل الفيروس الفالجس ستريس اللي انت هتعمله على العيان ده. ده الانتيريور درور العادي. Anterior draw test. Bring your patient's hip into 45 and your patient's knee into 90 degrees of flexion. You can fixate this position by gently sitting on the foot of your patient. Then palpate the joint line with your thumbs and try to move the tibia anteriorly in an explosive movement. ده الانتيريور درور تيست، ده اللخمن. From this test, have your patient in supine lying position
And bring your patient's test leg into 30 degrees of flexion. Fixate the femur with your outer hand, bring the tibia into slight external rotation, and then try to translate the tibia anteriorly. The pivot shift test, have your patient in supine lying position with his hip both flexed and abducted to 30 degrees. Then grab your patient's calcaneus from the outside to induce tibial internal rotation. Some authors also describe added axial compression. Now with the other hand, you want to give a slight valgus force from the outside at the height of the fibula, which subluxes the tibia anteriorly from the femur in extension in case of a torn ACL. Then move your patient's leg from extension to flexion. Under 20 degree, هتreduce وهتسمع طب أو طقة وهتشوف التيبيا وهي بترجع لمكانها الطبيعي. في الراديولوجي زي ما شرحنا في الـ MRI أهو الفايبرز كلها واضحة وستيب وبارل تقريبا مع الدومين ساتلاي. لكن هنا على الصورة اللي على الشمال لا أنا مش شايف أي حاجة، أنا مفيش أي فايبرز طالعة لي ناحية الفيمور الكوندايل. هنا دي النوتش فيو وزي ما قلنا هنا في الامتي نوتش ساين اهي، أنا مفيش حاجة طالعة لي. إحنا قلنا الحاجتين اللي بتبقى في النوتش في الكرونال فيو هما البي سي ال والاي سي ال. هنا أنا عندي لا هنا ده طاير خالص. هنا لو بصينا طبعا في الساجيتال فيو اللي أكتر واحد بنشخص بيه لا طبعا الفايبرز الساقطة وساجنج لتحت، ده برضو منظر الـ ACL تير اهو. وهنا في الاكزيال فيو برضو عندنا فلويد سيجنال ساين مع الميديال وول بتاعة اللاترال فيمر الكوندايل، ده اللي هو الامتي نوتش ساين. هنا في الاكس راي طبعا اهي في التيبيال افالجن اهي، ده بتاع التيبيال افالجن بتاع الـ ACL. هنا برضو اهم الصور اهي، ده الانتاكت اي سي ال، هنا ما عندناش انتاكت اي سي ال. هنا البلومن سات لاين المفروض ان اللاين ده يبقى ماشي معايا اهو او بارالللي او ستيبر عنه حتى، لا هنا الدنيا ساقطه والفلويد سيجنال مش مظبوط. هنا طبعا بلجن للتيبيال انسرشن بتاع الاي سي ال وبنشوفه في رياضيين كتير قوي دلوقتي. في ناس بتقول في الكرونيك اي سي ال في حاجه اسمها السالكس تيرمينالس هنا على اللاترال فيمورال كوندايل بيبقى واضح قوي او مور جروفت. في سيجوند فراكتشر اهو الافالجن ده مكان الاي ال ال انترولاترال ليجمنت اللي هو الكابسولر ديسوسيشن بتاعه الانترولاترال كبسول مع الاي سي ال انجري السيجوند فراكتشر، وده السالكس تيرمينالس اهو واضح او يمكن اكتر كتير. وفي ناس بتقول النوتشنج بتاع الانتركوندلر نوتش بيبقى اوضح كتير في الكرونيك كيسز لانها بتضيق شويه فبتنزل لتحت في اللاترال فيو. دي الكلاسيفيكيشن بتاعه الاي سي ال افالجنز. هنا جاست بس كراك صغير هنا بدات تتحرك بس ما فصلتش بالكامل، هنا فصلت بالكامل بس مش كومبليتلي ديسبليسد، هنا فصلت بالكامل وبقى في فلويد سيجنال انتنسيتي، هنا complete dissociation أو complete separation. المانجمنت بتاع الـ ACL يا إما هعمل ACL reconstruction يا إما هعمل ACL repair يا إما هعمل ACL revision لو العيان ده حصل له فير. ولازم نخلي بالنا إن العيان الـ ACL عادة مش جاي بـ ACL isolated، العيان ده ممكن يبقى عنده ramp lesion، ممكن يبقى عنده medial collateral injury، عنده منسكال انجري، عنده كوندرال انجري ألثر او او سي دي، او معاه بوستيريو كروشيت ليجامنت او بوست ستراتال كورنر، وممكن يبقى محتاج هاي تيبيال اوستيوتومي لو العيان ده دخل منك في فيروس او في فالجس، فممكن تعمل هاي تيبيال اوستيوتومي او ديستال فيمر اوستيوتومي لو العيان ده كرونيك. ده الريكونستراكشن العادي بتاعنا. هنا الريبير لو انت الفيمورال اتاتشمنت بتاع الاي سي ال اللي هو اللي فك، فانت هتعمل خياطه ليه وهتاخدها باثنين انكرز تحطها في الميديال بول او الميديال وول بتاع اللاترال فيمورال كوندايل باثنين انكرز وتشدها تحت بانترنال بريس. دي طريقه من طرق الريبير لو العيان لسه
حصل له الانجري وفاصل فلاش من الفيمورال فوت برينت ممكن تعمل له التكنيك ده. مش كومن لكن او انك هيبقى افلجن وهتعمل له ريبير بطرق كتيره جدا منها الباتنز انك تخش جوه الفراجمنت وتعدي باتن وبعدين تنزل من تحت تطايت على تانل على التيبيا على الميديال سايد. الاي سي ار ريكونستراكشن ممكن ناخد فيه محاضره او محاضرتين ثلاثه لان في كونتروفيرسز كتيره قوي من اول ما هتختار جرافت سيلكشن هل هتاخد له بون باتيلر تندون بون ولا هتاخد له كوادريسبس تندون ولا هتاخد له كوادريبل هامسترينج او تريبل هامسترينج، هتعمل سنجل باندل ولا هتعمل دبل باندل، هتعمله ترانس تيبيال ولا هتعمله من الانترو ميديال بورتال ولا هتعمله كله اول انسايد، الجرافت فيكسيشن هتثبت بمصابير ولا هتثبت بسسبنشن سيستم ولا هتحط ستيبلز ولا هتحط سكروز ووشرز ولا هتحط انكرز ولا هتعمل بريس فيت عن طريق بون بلاج، هتعمل ريمننت بريزرفيشن ولا مش هتعمل. فالموضوع في الاي سي ار ريكونستراكشن فيه كونتروفيرسز كتيره جدا جدا جدا، ممكن دي ممكن تبقى محاضره لوحدها. في انتيتي مهمه قوي في الاي سي ال وبالذات في ولادنا كتير قوي دلوقتي بيمارسوا رياضه وبيعملوا، في منهم ابطال رياضيين بيتعرضوا للانجريز، البيدياتريك اي سي ال، لان دي بقت انتيتي كان زمان ما بنشوفش كميه كبيره من العيانين لكن دلوقتي بقى مور كومن، بنشوف حالات تقريبا اسبوعيه ببيدياتريك اي سي ال. مشكلتنا ايه؟ ان احنا عندنا اوبن فايسز لحد سن 14 سنه سواء في الولاد او في البنات، فدي مشكله كبيره. انت هتشتغل على فايسز اوبن، طيب اعمله ولا ما اعملوش؟ لو هو اثليت لا انت مضطر تعمله، ولو هو كومبليت اي سي ال وسيجنيفيكانت ومعاه تروما والولد اللي جاي لك او البنت اللي جايه لك بتقول لك لا انا مش هقدر ابطل رياضه انا لازم اكمل، انت هتعمل له سيرجري. في ثلاث طرق، يا اما انترا ارتيكولر من جوه المفصل بكل الدريلنج بتاعك، بس هتعمل فايزيال سبيرنج يعني كل الدريلنج بتاعك هيبقى جوه الفايسز تحت الفايزيال لاين عشان ما تعديش الفايزيال لاين فتعمل اريست اوف جروث، او هتبقى ترانس فايزيال. دول في الولاد اللي من سن 13 ل 16 سنه او البنات من سن 12 ل 14 سنه، او هتبقى بارشل ترانس فايزيال يعني انت هتبقى من ناحيه مثلا ترانس تيبيال لكن مش هتلعب على الفيمورال سايد، او هتبقى ترانس فيمورال بس مش هتلمس التيبيال فايسز خالص على الناحيه اللي تحت الديست، او ان انت هتعمل كومبايند انترا واكسترا يعني جوه وبره، او لو الولد دون سنه 15 16 سنه او البنت دي 14 15 سنه هتعمل كومبليت ادلت ريكونستراكشن. طيب ايه نتائج الليتريتشر مختلف في الحاجات دي؟ بس بيقولوا مفيش اي فرق ما بين الفايزيال سبيرنج او الترانس فايزيال او البارشال ترانس فايزيال، لان البنطه اللي داخل بيها 6 7 مللي مش هي اللي هتعمل انجري قوي في العرض سيرفيس اريا بتاع الارتيكولر سيرفيس، بالذات لو كنت بتعمل ريمنج بطيء جدا وبالراحه ومش هتركب مسامير طبعا عشان المسامير دي هي اللي هتنديوس الفايزيال ارست. الجرافت سيلكشن السوفت تيشو جرافتس ما فيهاش مشاكل كتير، لكن في فاكتورز مهمه قوي بتزود الفايزيال انجري، ان يبقى عندين دايمترز كبيره قوي اكتر من 12 مللي، او ان التانلز بتاعتنا تبقى اوبليك، او ان احنا نثبت بانترفيرنس سكروز، او نعمل هاي سبيد دريلنج او ريمنج، او نعمل مع الاي سي ال اكسترا ارتيكولار تينوديسز لان ده هيارست الجروس. طبعا انت بتعمل تينوديسز على السايت بتاع اللاترال فيمورال كوندايل مكان الفايزيال لاين، فالانسيدنس ان يحصل عندك ارست اوف جروس على اللاترال سايد عالي قوي، او ان احنا نعمل سوتشرنج قريب من التيبيال تيوبركل. دي الطرق المختلفه بتاعه الاي سي ال ريكونستراكشن اهي، ان انا ممكن اخد من الايليوتيبيال باند اسيبه اتاتش للجيرد تيوبركل وبعدين اعدي بيه لحد الاوفر ذا توب بوينت وارجع اخده من جوه الركبه نفسها عشان اعديه من النوتش واعديه من تحت الانتر منيسكال ليجامنت عشان ارجع اعمله ري سوتشرنج هنا على البروكسيمال تيبيا في البري اوستيوم. وده المنظر اللاترال اهو، انا واخد من الايليو تيبيال تراكت ماسك على
girdled tubercle ونكمل بي over the top position وداخل بي جوه الركبة. دي الطريقة بتاعت ماكنتوش القديمة قوي بتاعت الACL. وبعدين انا معديه من هنا من تحت الانترميسكال ليجمنت عشان اطلع بيه على البروكسيمال تيبيال فايسز واعمل له سوتشر جابريوستي, او ان انا اخش ترانس فايزيل عادي, او ان انا اخد اكسترا فايزيل يعني اعمل دريلنج ماليش دعوه بالفايسز, اعمل دريلنج من تحت الفايسز واثبت تحتيه, واعمل دريلنج من فوق الفايسز واثبت فوقيه, او كلها جوه الفايسز ما اقربش من الفايزيل لاين عشان ما اعملش اريست اوف جروث. طبعا سواء اكسترا فايزيل او ايبي فايزيل ده فايزيل سبيرنج, لكن ترانس فايزيل طبعا عملت جبردايزنج للفايسز وللجروس بتاع الشاب دون الصغير او الولد الصغير. دي صور مختلفة برضو هتلاحظوا هنا اغلبيتها احنا مش مستخدمين مسامير, احنا مستخدمين سبنشن سيستمز اللي هي الاند باتنز اهي هنا اهي. دي قايمة على ان انا مش هثبت, انا هثبت بعيد فوق وهثبت تحت, او همسكها على مسمار بوشر من فوق. دي حالات الافالجن ازاي هنعمل لها ريبير. ممكن تخش بالبايتر بتاعت الروتيتور كاف وتاخد لسلوب كده في الاستامب وبعدين ترجع تعمل لها تانل في التيبيا وتسحبها منه لتحت اهو, او هتخش في ده وتحط تعمل دريلنج وتاخد انكر, عديت خيط جوه الاستامب نفسه هتحطه بانكر. طبعا الطريقه دي هتاخد لك مثلا 3 4 انكرز, دي هتبقى مكلفه جدا على العيان. او هتعدي خيوطك في الاستامب وحته العظم وتاخدها على بوني تانل تعمل بيها ريبير, او هتاخد الخيوط تحطها على انكرز على نوتلس انكرز في البروكسيمال تيبيا, او هتعدي خيوط وتاخد لوب حوالين الاستامب وحوالين البوني افالجن وتعمل اتنين تانلز, واحد على الميديال سايد واحد على اللاترال سايد بتاع البون استامب بتاعك, وتعدي خيط جوه باللاسلوب مثلا بتاعت الكتف جوه الاي سي ال استامب وتستلقاها من الناحيه الثانيه وتعمل تو تانلز في التيبيا وتطايت على بون بريدج في التيبيا من تحت. هي دي اللاسلوب اهي, هتخش من ورا الاي سي ال وتاخد الخيط بتاعها بالجراسبر من الانترولاترال بورتال وتعمل اتنين تانلز في التيبيا علشان تعدي الخيوط بتاعتك. الاي سي ال كومبليكيشنز دي برضو محاضره لوحدها, في مشاكل كتير قوي وانت شغال جوه العمليه ان يحصل جرافت تانل ميس ماتش, جرافت اكبر من التانل بتاعك او اصغر من التانل بتاعك, ان يحصل وانت بتعمل دريلنج ان البوستيرير وول بتاع الفيمر يتكسر. فلو انت محضر معاك سكروز بس هتبقى مشكله, انت لازم وانت داخل الاي سي ال تبقى محضر سكروز ومحضر سسبنشن, لان لو البوستيرير وول حصل له بلو اوت ما عندكش حل غير انك تمسكها بمسوار ووشر من بره او انك تعلق بسسبنشن سيستم على اللاترال كورتكس بتاع الفيمر. ممكن يبقى عندك انتراوبراتيف دي الفيمورال تانل يحصل له مال بوزيشننج او التيبيال تانل مال بوزيشننج. طبعا لو احنا ما خدناش الفوت برينت او البوني لاند ماركس اللي احنا قلنا عليها سواء في اختيار الفيمورال تانل او التيبيال تانل, او ان يحصل فيلير او فيكسيشن ديفايسز يعني مسمار وانت بتركبه اتكسر او الاند باتون وانت بتشده اتقطع, فدي كلها مشاكل دي ممكن نخصص لها بعد كده محاضره. ممكن العيان يحصل له انفكشن وسيبتك ارثرايتس, ودي مش قليله وبنشوفها في عيانين كتير, لوس اوف موشن وحدوث الارثوفايبروزس, ان يحصل تانل اوستيولس, التانل بتعمل العيان سي تي كده بتلاقي التانل اللي كان 8 مللي بقى 14 مللي, العظم اتاكل نتيجه الهاي سبيد دريمينج, نتيجه الساينوفيال فلويد تراكنج جوه التانلز والحاجات دي كلها, دي حاجات كتير. سايكلوبس, او ان يحصل فاسكولار او نيرف انجرز. اخر حاجه الميديال كولاترال ليجمنت, وعاده في الميديال كولاترال ليجمنت نادرا قوي لما بنتكلم على ريكونستراكشن, لان زي ما انتم شايفين كده الميديال كولاترال او سوبرفيشال ميديال كولاترال ليجمنت عريض جدا جدا, تخين جدا, ماسك في تو بوينتس اقويه جدا,
فالانجري الكامل بتاعه عادة ما بيبقاش common. الاناتومي بتاعه بتاع الـ MCL السوبرفيشال MCL ده بيبقى located in layer 2 زي ما قسمنا الركبة كده على lateral side. الفيمورال اتاتشمنت بتاع السوبرفيشال ميديال كولاترال بيبقى ماسك في الفيمورال ايبيكوندايل سنتي انتيرير وديستال للادكتور تيبركل، فانت ممكن تدور على الادكتور تيبركل وتنزل سنتي انتيرير وسنتي ديستال ليها. التيبيال اتاتشمنت تقريبا 4.5 سنتي تحت الارتيكولار سيرفيس، وبيبقى ديب وبوستيرير للباس انسيرنس اللي احنا بنعملهم هارفستنج في الاي سي ال. الديب بارت بتاع الميديال كولاترال ليجامنت ده موجود في اللاير الثالثه، وفي ناس بتقول ان هو عباره عن كابسولار تيكنينج وبس، وده عباره عن المينيسكو فيمورال والمينيسكو تيبيال ليجامنتس، عشان كده بقول لكم ان هو جزء من الميديال جوينت كبسول. الفانكشن طبعا السوبرفيشال ميديال كولاترال هو المين ستابلايزر للفالكس ستريس عند كل الانجلز. الديب ميديال كولاترال هو سكندري ستابلايزر للفالكس ستريس. الاذر ستابلايزرز في ستاتيك ستابلايزر زي ما قلنا على اللاترال سايد كده، كان عندنا ثلاثه مهمين، الفيبرال كولاترال ليجامنت والبوبيتيو فيبرال ليجامنت والبوبليتياس تندون. هنا المهمين سوبرفيشال والديب، معاهم اذر ستابلايزرز. في حاجه اسمها البوستيرير اوبليك ليجامنت وفي الاوبليك بوبليتيال ليجامنت، ده جزء من البوبليتياس ماسل والبوستيرير كبسول، ومعاهم دايناميك ستابلايزر سيمي ممبرينوزس كومبلكس. الميكانيزم اوف انجري يا اما كونتاكت انجري يا اما نون كونتاكت انجري، نتيجه الخبطات ونتيجه الرياضه حصل تحميل بفالجس ستريس عالي على الركبه فقطعت الام سي ال اهو، فالجس ستريس عالي على الركبه هيقطع لي الام سي ال، لكن لو هو فارس ستريس هيقطع لي اللاترال كولاترال ليجامنت. الكلاسيفيكيشن حسب الامريكان ميديكال اسوسيشن، عملوا كلاسيفيكيشن على حسب الفالجس ستريس اللي انت بتعمله والركبه في 30 درجه فليكشن. قالوا ان الحد 3 مللي او اقل من 3 مللي دي نورمال فيسيولوجيكال لاكستي، جريد 1 من 3 ل 5 مللي بيفتح، جريد 2 من 6 ل 10 مللي بيفتح، جريد 3 اكتر من 10 مللي. دول تقريبا نفس الجريدز اللي كانت في البوسترولاتر كورنر من 0 ل 5، من 5 ل 10 واكتر من 10. فهو more or less الكلاسيفيكيشن هنا زي الكلاسيفيكيشن هنا، بس دي على الميديال سايد ودي على اللاترال سايد. راديولوجيكالي كده لو بصينا في حاجه اسمها كلاسيفيكيشن او بيلجريني ستيديا، ده كلاسيفيكيشن بيحصل على الام سي ال اهو زي ما واضح في الام ار اي. هنا حصل تيبيال افاجن للام سي ال، وادي الام سي ال اهو redundant قدامنا، برضو هنا تيبيال افالجن اهو وشادد معاه المينيسكس، عملها مينيسكال اكستروجن. هنا ام سي ال تير بس من الفيمورال ايبيكوندايل، من ميديال فيمورال ايبيكوندايل، ودي ام ار اي برضو مبينه مشكله من عند الميديال فيمورال ايبيكوندايل. الاوبرتيف تكنيك يا اما ان انا هعمل ام سي ال ريبير، بس زي ما قلنا الاغلب العام بيمشي كونزرفاتيف عشان هو ليجامنت عريض، عشان هو اكسترا كابسولر، وعلشان البلاد سبلاي للحته دي كويس قوي، فمن السهل جدا انه يحصل له هيلينج. لو لبس اورثوزس من 4 لـ 6 اسابيع وبروتكتد ويت بيرنج هتلاقي العيان ده كويس قوي. يا اما هتعمل ام سي ال ريبير عن طريق انك تحط انكرز، او انك تعمل حاجه اسمها internal brace، او هتاخد تهارفست ليجامنت سواء سيمي تندينوزس او جراسيلز وتعمل بي كومبليت ريكونستراكشن. اهو ده ريكونستراكشن للام سي ال من الايبي كوندايل اهو لحد تحت الارتيكولار سيرفيس، وده البوستيرير اوبليك ليجامنت عند الادكتور تيوبركل والبوستيرير اسبكت بتاع التيبي. ده منظر اهو، احنا ممكن نحط انكرز او نحط ستيبلز، وهنا معمول معاه اي سي ال ريكونستراكشن. ده الانترنال بريس بتاعت شركه من الشركات اهو، انك هتحط هنا بانكر وهتثبت فوق، وبعدين هتاخد الخيط السنساتيك بتاعهم اللي هو الانترنال بريس، تعمل بيه اوجمنتيشن للريبير بتاعك. شكرا يا جماعه، ومعلش سهرتكم، بس يعني محاضره تقيله شويه. How is PCL considered dynamic stabilizer with quadriceps؟ Can the displacement of joint opening
or drawing be measured in millimeters clinically؟ يعني ازاي يعني ليه البي سي ال نعتبره دايناميك ستابلايزر with the quadriceps؟ علشان هو هم اتنين فورس كابلز قدام بعض من ناحيتين، هم الاتنين ساندين التيبيا في الساجيتال بلين، بس هي الفكره ان عشان البوزيشن بتاعه هو مش مجرد تندون ماسك ما بين تو بوني بوينتس، لا هو اللفه بتاعته اللي من ورا الركبه دي بتدي له حريه حركه اكتر من العادي من المتعارف عليه في الليجمنت، فهو بيأكت كانه دايناميك ستابلايزرز مع الفليكشن والاكستنشنز بتاعت الني، وبالذات البندلز بتاعته كمان فيها امكانيه حركه اكتر من الاي سي ال. تمام. طيب displacement of joint opening or drawing be measured in millimeters، هل نقدر يعني clinically هل نقدر احنا ندتكت؟ لا هو انت مش هتقدر تجيبها، هي ال millimeters دي هتبقى على الستريس فيوز اكس رايز، لان هتعمل ستريس فيو سواء في فيروس او في فالجس وتقيس الجوينت سبيس فتح قد ايه، انت بايدك كده هتحس ان هو بيفتح معاك، لكن 2 مللي و4 مللي لا طبعا بيك انت مش هتقدر تجيب الحته دي. تمام. الباثوجينيسيس اوف سالكاس تيرمينالس ان اي سي ال، في الاي سي ال بيقولوا ان عشان مكان ما البوبليتيس بيبقى عليها هي ماسكه في السالكاس تيرمينالس، هي ماسكه في الحته دي، وعشان بيبقى فيه ستريسز كتير في الابسنت اي سي ال، لان احنا قلنا سالكاس تيرمينالس دي جزء من الـ من من كرونيك ساينز بتاعت الاي سي ال، فبيقول بيبقى فيه لود كتير، فهي دي اللي بتعمل الديب سالكس تيرمينالس ساين. تمام. طيب الاورثوزيس فور ام سي ال تير، يعني هل في رول لي؟ طبعا ما احنا قلنا الام سي ال اغلبه بيتعالج كونسرفاتيف، ما بيتعالجش سيرجيكال يعني، فالاغلب الاعم بيلبسوا بريسز، بالذات لو هو ايزوليتد او لو هو في اي سي ال او بي سي ال في العيان ومعاه جريد 1 او جريد 2 انجري في الام سي ال، عاده بنمشيه كونزرفتيف، الا لو هو فرانك جريد 3 اللي بيفتح الجوينت لاين اكتر من 10 مللي، لا ده عيان غالبا انت طالما داخل تعمل الجوب كلها هتخش تعمل الجوب الكولاترالز مع الكروشيز. تمام. في تيست اللي هو ليليس تيست فور اي سي ال، حضرتك رايك فيه؟ من التستات الجديده، بس يعني يمكن البيفوت وال اسمه ايه ده اللخمن لو اتعملوا مظبوط واحنا متاكدين ان العيان ده ما عندوش بي سي ال ومشكله فيه، التستات دي هتدي لك يعني لايبيليتي اكتر، وهي موست كومن والمتعارف عليها اكتر. طب تمام. اللي يعني وات شود بي افويدد ان بيشنت ريهابيليتيشن بالنسبه للاي سي ال والبي سي ال، يعني بعد العمليه المفروض ما هو انت لازم تعرف هو الاي سي ال، فالعيانين ايه مشكلتك فيهم في البي سي ال الساق اللي ورا، فانت لازم تبقى حامي وملبس البريس اللي زائق التيبيا لقدام، ما تستعجلش على العيان ده انك تعمله ريهاب بسرعه، لازم تخلي بالك من الكوادريسبس هي اللي مظبطه لك الدنيا، على عكس الاي سي ال، الاي سي ال الاي سي ال رينج اوف موشن بدري قوي، وخلي بالك طبعا البوينت بتاعت الهامسترينجز في الريهاب. الو؟ ايوه ايبي. طيب بالنسبه للاس بيدياتريك اي سي ال والريكونستراكشن مع جروث، يعني احنا بنتابع ازاي القصه دي؟ يعني او يعني هل احنا بعد كده بنقول للعيان في سبيشال كونسيدريشن بنقولها للعيان او بنتابعها بعد كده؟ ده في عيان ايه يا محمد؟ البيدياتريك اي سي ال، بيدياتريك اي سي ال بس هي بتقول لاهله لو هو لسه مثلا 10 12 سنه ان في احتماليه لو انت عملت له ترانسفايزيال، وان كانت الليتريتشر الجديد اللي منشور في الموضوع بيقول ان مفيش فرق كبير في الفايزيال ارست ما بين الترانسفايزيال والكومبليت فايزيال او انترافايزيال، بتقول لهم بس ان احنا محتاجين نشوفه كل 6 شهور حتى لو هو ماشي كويس وحتى لو ما بيشتكيش وحتى لو مش باين عليه ان بدا يخش في مال الاينمنت او ارست اوف جروس، انك تشوفه كل 6 شهور. الهيلينج بتاعه هياخد وقت اطول لان انت مش عامل ريجيد فيكسيشن، انت مثبت بباتنز
عشان تعمل سيرفيس فيكسيشن انك مش قادر تحط له مسامير. المسامير هي اقوى حاجه للتثبيت، لكن انت مش قادر تحط في الولد ده عشان ما تعملش اريست اوف جروس مسامير، فالهيلنج بتاعه هياخد وقت اطول، ورجوعه لممارسه الرياضه مش قبل 9 شهور لسنه. تمام. طيب هل البي سي ال بيحصل فيه اوتو هيل؟ البي سي ال في حالات ريكوردد فيه زي ما بقول لك، عشان البي سي ال ليجامنت عريض واتاتش قريب قوي من الكبسول، فرايح له دم كتير فممكن يهيل لو هي افالجنس صغننه، لكن لو هي ميد سبستنس بي سي ال لا طبعا الهيلنج فيها ممكن ما يعني مش هيحصل سبونتينيوس. تمام. طيب الفالجاس ستريس تيست ات 0 دجري ذس انديكيت ميديال كولاترال ليجمنت بلس كروشيت ولا ميديال كولاترال ليجمنت بلس بوستيرير اوبليك ليجمنت؟ فالجاس ستريس تيست ات 0 دجري بس ات 0 دجري هو حاجه من الكروشيت اتقطعت مع البوسترو ميديال كبسول مع الام سي ال. تمام. ليه بنقول على كل الفيمورال بوينت اوف اي سي ال ايذر ايزومتريك او ليس تنشن؟ لا هي مش ايذر، هي الايزومتريك حاجه واللو تنشن حاجه. الايزومتريك دي البوينت اللي ما بيتغيرش عندها طول الجرافت اللي انت هتركبها في كل الرينج اوف موشن. اللو تنشن دي الحته المحميه اللي فيها الاستاتستيكالي حسبوا فيها ان ده اقل تنشن للفايبرز بتاعت الاي سي ال في الوضع ده. وده مهم ان انت محتاج انك ما تعرضش الجرافت بتاعتك لتنشن عالي في المرحله الاولانيه عشان ما يحصلكش فيلير. تمام يا فندم. طب اللاخمان تيست في الاوبيس بيشنت بيبقى يعني مزعج جدا، يعني هل في تيبس فيه؟ لا، هي الفكره انك تعرف تمسك وتخلي العيان ريلاكست. يعني العيان لو حس ان هو البيفوت اصعب من اللخمن. يعني اللخمن من السهل انك لو سيطرت على العيان كويس ومسكت الفيمر والتيبيا كويسين في ايديك، ولو انت ايدك يعني ما شاء الله كبيره شويه هتعرف تقلست. لكن البيفوت عشان العيان بيحس وانت بتعمل دي نفس الاحساس بتاع الجيفنج واي اللي هو بيحسه وهو ماشي، مش هيديك الفرصه انك تعمله. عشان كده احسن حاجه تعمل فيها البيفوت شيفت والعيان نايم والعيان متخضر. اللخمه بس كل اللي هتطلبه من العيان ان العيان بس يريح عضلاته معاك او ما يبصش عليك وانت بتعمل التست عشان يفك عضلاته. تمام. طيب في البيفوت شيفت تيست اللي بيتحرك الميديال كولاترال ولا الاليوتيبيال باند؟ لا، اللي بيعمل ريدكشن الاليوتيبيال باند هو ده اللي بيتحرك من فليكسور لاكستنسور علشان يرد الانتيريور لسابلاكس التيبيا للوضع البوستيريور البوزيشن بتاعها. لكن احنا الاستريس اللي احنا بنعمله لازم الام سي ال يكون انتاكت علشان تعرف تعمل استريس عليه. تمام. لكن الشيفت بيحصل عن طريق التحرك بتاع الاليوتيبيال باند، هو ده اللي بيعمل شيفت للتيبيا وهو ده البيفوت اللي احنا بنتمركز عليه. تمام دكتور عمرو، ميرسي. انا عارف يا جماعه ان انتوا عندكم اسئله كتير، بس احنا في سؤال ممكن يبقى what is the classification of end point in Lachman test؟ لا، هو ما فيش حاجه اسمها الكلاسيفيكيشن بتاعت الاند بوينت. هو الاند بوينت يا اما فيرم اند بوينت يعني بترجع معاك 5 مللي بس ماسكه نفسها فما تروحش معاك لورا، او سوفت اند بوينت لا بتروح للاخر خالص. دول ساعات العيانين اللي ساعات بيبقى عندهم فيرم اند بوينت يعني الاند بوينت فيهم جامده شويه، دول العيانين الكرونيك اللزع على البي سي ال، فانت مش قادر تتحرك بيه كتير قوي لورا، او العيان البارشال اي سي ال. تمام.